بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد ورسالة سلام. هنا من قناة النادي الأهلي ومن قلب النادي الأهلي نتحدث عن السلام. النادي الأهلي بصدد أن يجري لقاء ودي أمام أتلتيكو مدريد يوم 30 ديسمبر المقبل، وهي عبارة عن رسالة سلام من أجل العالم. العالم الآن يتحدى السلام. مصر تتصدر مشهد محاربة الإرهاب على الصعيد الإقليمي والعالمي، وأيضا لم شمل العرب. من 110 سنة النادي الأهلي يحدث الفارق، هو اللي بيلم الشمل، هو اللي بيعمل الوحدة، وفي نفس الشيء هو صانع البهجة. هو ده قدر النادي الأهلي، وعشان كده النادي الأهلي هو نادي القرن. ونادي القرن لقب لا يأتي من فراغ، ده خطط وعزيمة وإصرار ووحدة والعديد من العوامل المهمة اللي أدت النادي الأهلي ياخد لقب القرن. مش مجرد كرة قدم، مش مجرد النادي الأهلي بيكسب ماتشات في كرة القدم فأصبح نادي القرن. لقب نادي القرن ده مسؤولية كبيرة جدا على عاتق النادي الأهلي اللي بيتصدر المشهد المصري في كرة القدم وأيضا العربي، وفي نفس الشيء المشهد الأفريقي. إذن على النادي الأهلي أن يحدث الفارق. وحضراتكم لو تفتكروا بعد الحرب العالميه الثانيه رجعت الحياه في اوروبا بسبب كره القدم. الناس رجعت تتعامل مع المانيا مره اخرى بسبب كره القدم. المنتخب الالماني هو اللي رجع العلاقات ما بينه وما بين كل دول اوروبا بعد الحرب العالميه الثانيه. وزي لو حضراتكم تفتكروا في كاس عالم 98 امريكا وايران. اذا كره القدم هي من تصنع الفارق. في سنه 76 توقفت الحرب الاهليه في نيجيريا لمده يومين عشان الناس تتفرج على بيليه، كان بيلعب مباراه فالناس وقفت الحرب عشان تتفرج على بيلي. اذا كره القدم هي اللي بتصنع الفارق، هي اللي بتصنع البهجه في كل المشاهدين والمتابعين، عشان كده هي الرياضه الاقوى في العالم. ولو انت بص على خريطه حواليك الى ماذا والى متى سيظل المشهد ملتهب ويجب على الاسره العربيه كلها التوحد. وما فيش احسن من كره القدم. الان في بطولة خليجي 23 بتجرى في دولة الكويت الشقيقة، وأيضا النادي الأهلي كان بيشارك في البطولة العربية اللي كانت في الصيف الماضي. وها هو النادي الأهلي بيبعث رسالة ودعوة لكل نجوم العرب عشان يشاركوا في مباراة أمام أتلتيكو مدريد، واحد من كبار الكرة الأوروبية وكبار الكرة العالمية، وأصبح القطب الثالث ووضع لنفسه مكانة مهمة جدا جدا في سماء الكرة العالمية. لما تلاقي جريزمان ولما تلاقي ديجو سيميوني في القيادة الفنية، جريزمان نجم منتخب فرنسا، لما تلاقي اللاعب كاراسكو، لما تلاقي ساؤول، لما تلاقي نجوم أتلتيكو مدريد كوكي، لما تلاقي فرناندو توريس، لما تلاقي دييجو جودين موجودين في فريق زي أتلتيكو مدريد، تعرف قيمة هذا النادي. تعرف ان ده نادي خلاص اصبح من الاقطاب اللي بتسعى دائما للبطولة. له انصار مش بس في اسبانيا، في جميع دول العالم في ناس ما بتحب طريقة أتلتيكو مدريد، بتحب طريقة دييجو سيميوني، بتحب انها تشوف انطوان جريزمان، بتحب قبل كده انها تشوف دييجو كوستا. كل هذه الامور النادي الاهلي جايبها لك في رسالة من النادي الأهلي ومن مصر، قلب ونبض الأمة العربية، لكل دول العالم في برج العرب يوم 30 ديسمبر. هي رسالة مش مجرد كرة قدم. كرة القدم هي اللي بتحرك الأمور، هي اللي بتسيس الأمور، بتخلي الدنيا ماشية في سعادة وفي يعني انبساط، والناس بيخش كده البهجة عليها، وهي اللي بتتفرج على أداء جميل، بتتفرج على نجوم كبار، ولكن من النادي الأهلي. النادي الأهلي دائما هو من يصنع الحدث. لو حضراتكم تتذكروا في بداية الستينات والسبعينات النادي الأهلي بدأ اللقاءات الودية أمام بنفيكا وأمام مونشن جلادباخ والأندية دي. بنفيكا كان بطل أوروبا، كان في إيزيبيو جه لاعب هنا في مصر أمام النادي الأهلي. جلادباخ كان في نجوم أوروبا، كان بطل الدوري الألماني وكان واخد كأس الاتحاد الأوروبي وجي لاعب النادي الأهلي. كان في بيرتي فوجتس، وشفنا نجوم كثيرة جدا ابتدت الناس تتعرف عليها ويبقى في علاقة ما بينها وما بينها بسبب المباريات الودية الشهيرة، بسبب ان انت بتلعب نجوم العالم، بسبب ان انت بتشوف اعلى مستوى في كرة القدم في العالم امامك هنا في مصر. وكنا بنشوف حتى لقاء الاهلي ومونشن جلادباخ الناس واقفة فوق عواميد النور عشان تتفرج على كابتن محمود خطيب وكابتن صفوت وكابتن حسن حمدي وكابتن ماهر همام وكابتن احمد عبائي وكابتن انور سلامة ونجوم النادي الاهلي، كابتن فتحي مبروك. كل نجوم النادي الاهلي في فتره السبعينات شاركت في امام مونشن جلادباخ وايضا امام بايرن ميونخ. الناس كلها كانت حابه انها تتفرج على النادي الاهلي امام النجوم الكبار. طب النادي الاهلي بيكسب الدوري، طب هيعمل ايه امام النجوم الكبار؟ ده بيبقى حوار الجماهير، والجماهير بتحب هذا الشان، بتحب تتفرج على الكوره الممتعه، وتحب دايما تحط نفسها في
مقارنه مين اللي هيعمل ايه النهارده اللاعب الفلاني. شوف الكره، احنا لحد دلوقتي فاكرين جون ساندي امام ريال مدريد. النادي الاهلي لعب ريال مدريد في تكريم النادي الاهلي بنادي القرن الافريقي وتكريم ريال مدريد بنادي القرن العالمي. كلنا فاكرين ساندي بسبب هدفه في ريال مدريد في ماتش ودي، وده اللي بيبين لك قيمه هذه المباريات، قيمه هذه الامور اللي بتخلي كره القدم، عجله كره القدم تخلي الامور. ورساله كبيره جدا الى السلام لكل العالم، وان دائما وابدا مصر هي بلد الامن والايمان. النهارده هيكون معانا لقطات جميله جدا في حلقتنا النهارده. عندنا لقاءات مع رموز النقد الرياضي استاذ حسن المستكاوي واستاذ ابراهيم حجازي، اثنين من الاعمده الكبيره في الصحافه الرياضيه المصريه والصحافه بصفه عامه على المشهد العربي باكمله. ايضا لقاءات مع نجوم النادي الاهلي القدامى ورموز النادي الاهلي، الناس اللي تعبت وشقت عشان النادي الاهلي يبقى نادي القرن. ايضا اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي السابقين برضو ليهم ادوار مهمه جدا، سواء من الناحيه الاداريه وسواء من الناحيه التنظيميه في داخل النادي الاهلي ومشوار النادي الاهلي على مدار السنين. وهيشرفنا ايضا عندنا في الفقره الحواريه الناقد الرياضي الاستاذ عادل خريم، وايضا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن احمد بلال، وحوار ممتد للعديد من الامور سواء فنيه سواء تنظيميه سواء احتفاليه النادي الاهلي. انا هسميها احتفاليه من اجل السلام، ورساله مهمه جدا من داخل ارض مصر الى كل العالم، ان مصر بلد الامن والامان، ان مصر قادره على تنظيم المحافل القويه، وايضا ان انت تشوف وتستمتع بنجوم النادي الاهلي امام النجوم الكبار. خلينا نتكلم على دور اللعيبه العرب ومشاركتهم مع النادي الاهلي في هذا الامر. نجوم كبار على اعلى مستوى، لما تلاقي نجوم منتخب الامارات اسماعيل مطر وعمر عموري يشاركوا في هذا اللقاء وتتمتع معاهم وهم اسره واحده مع لعيبه النادي الاهلي، وده كان بيحصل الصراحه في الثمانينات وفي التسعينات وايضا في السبعينات. دائما كانت نجوم مصر بتروح للدول العربيه الشقيقه عشان تلعب معاهم مباريات وديه، ويبقى في تحدي كده، والنجوم الكبيره بقى هتيجي تعمل ايه معانا، والجمهور يستمتع بمهاراتهم الفنيه، وايضا بيبقى في اتحاد ما بين الشعوب العربيه اللي ان شاء الله يمتد في الفتره المقبله. احنا عندنا تقرير عن نجم منتخب الاماراتي اسماعيل مطر، نطلع نشوفه ونرجع ونكمل كلام. اسماعيل مطر نجم سكن قلوب عشاق الكرة الإماراتية نظرا لما قدمه من إبداعات داخل المستطيل الأخضر خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة. كرة طويلة إلى الأمام في نص الملعب، محمد عمر بشكل ممتاز وحاول خطرة بعيد، الله ولد مطر في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في إمارة أبو ظبي في عام 1983، ولمع اسمه في سماء كرة القدم الإماراتية بعدما استطاع أن يحقق العديد من الإنجازات بمسيرته الرياضية، ولقب مطر بالفتى الذهبي والكبرى والفيلسوف وسمعة. ويلعب حاليا مع نادي الوحدة الإماراتي وحقق العديد من الإنجازات على المستوى الشخصي وأيضا مع المنتخب الإماراتي. حصل اللاعب على الكرة الذهبية المقدمة من فيفا لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة عام 2003، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج عام 2007. ويعد مطر هداف بطولة كأس الخليج لعام 2007 حيث سجل 5 أهداف، كما حصل على المركز الثاني كأفضل لاعب آسيوي عام 2008. المستحيل إسماعيل، الإعجاز إسماعيل، الأسطورة إسماعيل. صراحة
بصراحة إسماعيل مطر دائما من بدايته وإن أنت تشوفه في منتخب الشباب والمنتخب الإماراتي تحس إنه لعيب مختلف، إمكانياته الفنية عالية جدا، تحس كده إن هو في شبه حتى في ستايل أدائه ما بين اللاعب سيدورف نجم منتخب هولندا ونادي إي سي ميلان أصابت، فلعيب مختلف، لعيب حريف، لعيب عنده الانطلاق، لعيب بيصنع الفارق، وهو ده اللي أقل حاجة نقولها على نجم من نجوم المنتخب الإماراتي إسماعيل مطر اللي هيشرفنا إن شاء الله يوم السبت المقبل مع النادي الأهلي في لقاء الودي ما بين النادي الأهلي وما بين أتلتيكو مدريد. أيضا عندنا تقرير مهم جدا مع أستاذنا الأستاذ إبراهيم حجازي، نطلع نشوفه ونرجع ونكمل كلام. مهم جدا ان الاهلي يرجع، بقى لنا فتره ما فيش يعني بقى 3 4 سنين ما فيش ماتشات مع فرق اجنبيه كبيره. مهم الماتش ده مهم جدا، الفكره نبيله كعاده النادي الاهلي وسباق في مثل هذه الامور. ارجو ان تكون بدايه الحقيقه ان احنا في فكره ان احنا يبقى في اي فرصه ان يبقى في ماتشات زي ديت، والنادي الاهلي له جماهيره في اي حته، حتى لو ما كانش بيلعب هنا هيلعب بره، هيقدر يعمل حاجات كثيره ويقدر يكون بيساهم بدور او باخر في يعني فيما يعني شهداء، حاجات كثيره جدا ممكن النادي الاهلي يبقى بيعمل الرمزيه اللي فيها. القضيه في المباريات اللي زي ديت بتبقى يعني الدعوه بتاعت النجوم العرب، انا شايف ان دي متاخره قوي ومهمه جدا جت في وقتها، لان من الرياضه مفتاح دايما، الرياضه دايما زي ما بيقولوا بتبقى مفتاح لحاجات كتيره جدا ومفتاح في السياسه. يعني امريكا لما حبت تحسن علاقتها بالصين عملت دبلوماسيه التنس طاوله ان هم بيروحوا من خلال فرقه رياضيه. النهارده دعوه النجوم العرب دي مهمه جدا 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 في الوقت ده، لان احنا مطلوب مننا كعرب ان احنا نصطف مع بعضينا. وعلى فكره الدور بيبدا من الشعب ويبدا من المجتمع المدني ويبدا من الانديه الرياضيه، وبرضه النادي الاهلي سباق في هذه الخطوه، ويا رب تكمل دايما ان احنا يبقى عندنا مثل هذه الامور. واحد من اهم اساتذتنا الاستاذ ابراهيم حجازي، ودايما رايه في دائره قدو. الاستاذ ابراهيم حجازي قيمه كبيره جدا في الصحافه المصريه، وده كان رايه في مهمه مشاركه النجوم العرب مع فريق النادي الاهلي وتوحد الوطن العربي وبدايه الكوره وتسييس الامور. الكوره بتحرك المراكب الساكنه، يعني زي ما قلت حركوا في بدايه المانيا رجعت علاقتها مع اوروبا بسبب كره القدم، وايضا امريكا والصين رجعتها بتنس طاوله. وايضا لو حضراتكم ايضا تتذكروا كان في قمه سخونه الحرب البارده ما بين الاتحاد السوفيتي وما بين امريكا رجع بلقاء هوكي جليد، هوكي من اجل هوكي جليد هو اللي رجع العلاقه ما بين السياسيه ما بين الاتحاد السوفيتي وما بين امريكا، وتمشي الناس هنا يعرفوا الامريكان عاملين ازاي والسوفيتي يعرفوا الامريكان ازاي من الرياضه. الرياضه دائما وابدا هي مستوى تقدم الامم. عايز يعني تحكم على تقدم اي دوله في العالم بص على مستوى الرياضه فيها ماشي ازاي. عندنا ايضا تقرير مهم جدا مع واحد ايضا من اكبر اساتذتنا في النقد الرياضي الاستاذ حسن المستكاوي، نذهب ونشاهد. اتلتيكو مدريد هو طبعا المنافس الاول لريال مدريد في العاصمه الاسبانيه، وكان بطل اوروبا 2012 ووصل نهائي مرتين لدوري ابطال اوروبا، وعمل انجازات على مستوى بطوله دوري ابطال اوروبا اللي هي اقوى البطولات، وله تاريخ مؤثر جدا في الكره الاسبانيه، وبصراحه له انصار كمان في الوطن العربي وفي مصر كمان، لانه بيلعب كوره
مختلفة شوية عن ريال مدريد وبرشلونة، ويعني فيها برضو شيء جميل إزاي تتحول من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم بمنتهى القوة والشراسة. وأنا بعتبره النموذج للمدرب اللي عايز يدافع ويعمل هجوم في نفس الوقت. أتلتيكو مدريد فرقة كويسة، أنا أعتقد أن الناس هتستمتع بالمباراة، وهو الفكرة من دعوة الفرقة الأجنبية دي أن احنا نستمتع ونشوف ونتعلم ونوصل رسالة كمان مش في مصر بس، للعالم كله. يعني احنا عايزين نقول للعالم احنا بنحب الكورة وبنستمتع بيها وعندنا قاعدة عريضة، وانا سعيد جدا ان في 60,000 مشجع مسموح لهم ان هم يحضروا المباراة. مش عايز اقول مشجع 60,000 مشجع اهلاوي، 60,000 مشجع مصري، لان برضو انا فاكر لما ريال مدريد جه للزمالك واستهام وديربي كاونتي المصريين كلهم كانوا حريصين ان هم يشوفوا هذه المباريات من الملعب ويشجعوا ويستمتعوا باللعب. انا منتظر المباراه انا شخصيا، يعني عشان عايز اشوف الفرقه الكبيره دي وهي بتلعب في مصر. واحد من أساتذتنا الكبار الأستاذ حسن المستكاوي دايما رأيه موزون، دايما رأيه بيخش في قلب الحدث، ودايما بيدي لك حاجة جديدة أنت ممكن ما كنش تعرفها، ودائما وأبدا واحد من الناس اللي بتستمتع بكلامهم ونقدهم الرياضي. بالفعل هي لقاء مهم جدا، الشعب المصري بيحب الكورة، ده وضع طبيعي. الشعب المصري مش بس بيحب الكورة، الشعب المصري بيتنفس كرة القدم، موجودة في دم. أهم حاجة في كلام وحوار الشعب المصري هي عن كرة القدم والمنتخب المصري، ده بيصب في ده، وده اللي بيعبر لك عن مستوى التشجيع في الشعب المصري عامل ازاي. 60,000 متفرج دول لو كنت حطيتهم 200,000 كانوا هيجوا وكانوا هيبقوا مبسوطين وكانوا هيدعموا. شفنا على مدار السنين الطويله مع مشوار النادي الاهلي في كل بطولاته قد ايه النادي الاهلي جمهوره هو فعلا حماه، جمهوره هو اللي موجود في الحلوه والمره معاه، هو المحرك الرئيسي لكل بطولات النادي الاهلي. نجوم النادي الاهلي حتى في التمرين بيحبوا رتم وسماع صوت الجمهور، صوت الجمهور مش بس بيحرك الصخر، ده بيخلي كل حاجه تبقى عكس الطبيعه. واسالوا الدقيقه 90 كده، وكل النجوم الكبار اللي كانوا بيسجلوا بعد الدقيقه 90 سالوهم هيقول لك الجمهور رقم واحد، تشجيع الجمهور رقم واحد، حاجه جميله جدا. ايضا تحدث الاستاذ حسن المستكاوي عن قيمه اتلتيكو مدريد وهو المنافس الرئيسي. فعلا ديربي مدريد من اقوى 8 ديربيات على مستوى العالم ما بين اتلتيكو مدريد وريال مدريد. ريال مدريد طبعا النادي الاكبر في اسبانيا، اتلتيكو مدريد ثاني نادي في العاصمه مدريد، وده منافسه قويه جدا لان اتلتيكو مدريد ما عندوش نفس الامكانيات الماديه بريال مدريد، ما عندوش دعم في بعض الاوقات من ملك اسبانيا بنفسه الى هذا النادي، عشان كده بيتقال عليه النادي الملكي. وحتى في شعار ولوجو ريال مدريد هتلاقوا علامه تاج الملك الاسباني. اذا كل هذه الامور ادت طابع لهذا الديربي، ادت قيمه منافسه قويه جدا ان نادي اتلتيكو مدريد من بدايه الالفينات يعود بهذا الشكل ويصل الى فاينل تشامبيونز ليج او نهائي دوري ابطال اوروبا سنتين ورا بعض. دي حاجه كبيره جدا وحاجه قويه جدا، مش سهل على اي فريق ما عندوش نفس امكانيات الصرف السبندنج فيه اللي موجود في ريال مدريد. ريال مدريد لو عايز اي لعيب على مستوى العالم كان عايز جارس بيل، حط فيه 100 مليون يورو، ما عندوش اي مشكله في الازمه الماليه. ولكن اتلتيكو مدريد ما عندوش نفس الموارد. في 2009 ريال مدريد اشترى كريستيانو رونالدو وكانت 96 مليون يورو، وكانت ساعتها اوروبا كلها بتمر بازمه سياسيه طاحنه، ولكن ريال مدريد عنده الموارد اللي، وهو نموذج الصراحه ريال مدريد في كل هذه الامور التسويقيه، وانك ازاي يبقى عندك يعني تنظيم مالي للموارد من الناحيه التسويقيه، من ناحيه كل البث التلفزيوني، كل هذه الامور. ريال مدريد نموذج من النماذج اللي كل الانديه مش بس في مصر لازم يتعلموا منه في هذا الامر، لانه حتى لما بيدفع فلوس في لعيب كبير بيعرف يلم الموارد عنه. لكن ارجع لاتلتيكو مدريد اللي له طابع، يعني اتلتيكو مدريد من نجومه لويس اراجونيس، واحد من هدافي اتلتيكو مدريد التاريخيين، واحد من الناس اللي اثروا في اتلتيكو مدريد وحتى في المنتخب الاسباني، هو اللي خد معاهم يورو 2008. وبدايه التوهج الاسباني في سماء الكره الاوروبيه جاءت من احد ابناء اتلتيكو مدريد، المدرب القدير لويس اراجونيس، واحد من الناس اللي غيرت حتى
خريطة الكرة في على مستوى العالم هو وجراديولا. جراديولا في برشلونة ولكن كان قائد المنتخب في هذا الوقت كان لويس أراجونيس، وقدم مع المنتخب الأسباني عروض كانت أكثر من رائعة. إذن هوية أتلتيكو مدريد إنك إزاي تصنع نجوم، إنك إزاي تشتري نجوم لسه مغمورين ومع القيادة الفنية لدييجو سيميوني، وتبتدي تلاقي فريق على أعلى مستوى بينافس في كل المحافل سواء جوه إسبانيا في الدوري الإسباني أو الكأس الملك كوبا ديل ري في إسبانيا، ونفس القصة في دوري أبطال أوروبا. كل هذه الأمور، وأيضا كان في فترة من الفترات كان أتلتيكو مدريد مسيطر على بطولة الدوري الأوروبي أو اليوروبا ليج، وكانت أيضا في وقتها كأس الاتحاد الأوروبي. دي حاجة من الحاجات اللي أتلتيكو مدريد قدر يوصل لها بشكل قوي جدا، وعبر عن نفسه أنه واحد من أهم الفرق الكروية في العالم. وايضا عندهم حاجه جميله جدا ومشهورين بيها، ان دايما اتلتيكو مدريد من اقوى الفرق اللي بتطلع لك رؤوس الحرب على مدار التاريخ. يعني من ايام لويس أراجونيس اللي انا بكلم حضراتكم عليه اللي هو مدرب منتخب اسبانيا ونجم اتلتيكو مدريد، ومرورا بقى هبتدي اقول لحضراتكم بصوا عدوا معايا، عندك فرناندو توريس، وعندك فالكاو، وعندك سيرخو أجويرو، وعندك الان جريزمان، وعندك دييجو كوستا، وعندك كيفن جاميرو اللاعب الفرنسي على طول اتلتيكو مدريد هتلاقي عنده سنتر فورورد على اعلى مستوى مكسر الدنيا في كل المباريات، سواء على الصعيد المحلي. يعني دييجو كوستا في فتره من الفترات كان بينافس ميسي وكريستيانو رونالدو على لقب الهداف، ان انت بس اصلا تخش مع اللعيبه دي في اي سباق وتبقى ارقامك قريبه منهم مثلا بفرق 10 اهداف انت كده دخلت التاريخ، فما بالك واحد بيقدر ان هو ينافس معاهم بيلعب بفرقه ستايل بتاعها دفاعي منظم الى حد كبير، وطريقه وفلسفه دييجو سيميوني المدير الفني الارجنتيني للاتلتيكو، ولكن قادر ان هو يعني يحرز العديد من الاهداف. واحد من الهدافين الكبار لو تفتكروا فالكاو نجم المنتخب الكولومبي والان بيلعب في نادي موناكو، وكان عنده رحله في تشيلسي وفي مانشستر يونايتد وفي انديه كبيره جدا، ايضا كان من توهجه كان داخل فريق اتلتيكو مدريد. سيرخو أجويرو بقى نتكلم على واحد من افضل ثلاث فراوده في العالم ونجم مانشستر سيتي اللي ماشي مع جراديولا وبشكل يعني على اعلى مستوى. يعني مانشستر سيتي مع أجويرو وجراديولا بيقدموا كوره جميله جدا، واحد ايضا من خريجي مدرسه اتلتيكو مدريد في روس الحربه. كنت ابتديت مع حضراتكم بقى فرناندو توريس، هو ابن النادي اتلتيكو مدريد ومحبوب لان واحد من الناس اللي ما تغيرتش شخصيته مع فريق أتلتيكو مدريد، وحتى لما أصبح نجم النجوم في إسبانيا وواحد من أشهر الفراودة على الصعيد العالمي كان فرناندو توريس لم يتغير، وكان لسه محتفظ بمنزله المتواضع في مدينة مدريد، ولسه نفس علاقاته الموجودة في الشارع وموجودة في كل حاجة. عشان كده هو بيتقال عليه فرناندو توريس النينيو، النينيو يعني الصغير، ومحبوب جدا في مدريد ومحبوب جدا في إسبانيا بسبب ارتباطه لهذا النادي الكبير. أطلع فاصل مشاهدينا ونرجع ونستقبل ضيفنا الناقد الرياضي عادل قريم. اوعى تروح بعيد عشان نادي الأهلي حديد. نبتدي بدعوة 60,000 متفرج، وهم طبعا هم دول بنقول ايه العمود الفقري لينا، واللي ماسكيننا كويس قوي واللي بيشجعونا بشكل كبير جدا. تشجيعهم لينا احنا حقيقي احد املنا انهم يرجعوا لينا بكل قوتهم وبكل عددهم، وطبعا بالطريقة الحلوة اللي كلها تشجيع إن شاء الله. في شك إن الأهلي جزء من المنظومة العربية، وإن وجود نجوم كبار من السعودية ومن الكويت ومن الإمارات وبيشاركوا في المباراة، والنادي الأهلي ده هنا بيتهم التاني وبنرحب بيهم، وده طبيعة النادي الأهلي. مباراة بتحمل اسم السلام وضد الإرهاب بالنسبة للمنطقة العربية ككل، مش فقط لمصر انما المنطقه العربيه ككل، وده رمز الناس كلها يجب انها تلتف حواليه. في ما بيننا وما بين الاشقاء العرب دايما تواصل، وبيبقى في دايما ما بيننا وما بينهم في جميع المجالات مش بس المجالات الرياضيه، دايما في ما بيننا وما بينهم زي بتقول شراكه
ان الوطن هو مش بلد، الوطن هو العرب كلهم مع بعض فيه، هو وطن كلنا بنتشارك فيه. امن وامان مصر وامن وامان الدول العربيه هو للمنطقه كلها، بيدي انطباع للعالم كله ان المنطقه امنه وان المنطقه العربيه كلها ايد واحده، ودوت بيساعدك سياسيا في ان انت بتقدر تفرض قوتك على العالم وتقول لهم ان الدول العربيه قوه واحده. ايفنت كويس قوي كنا محتاجينه فعلا في الفتره دي علشان نوطد العلاقات مع العرب طبعا، دي من ناحيه. تاني حاجه ان هو ايفنت كبير مع فرقه كبيره قوي، طبعا الناس كلها هتبقى متشافه وهتبقى العين عليها، زائد ان الهدف منه هدف نبيل جدا جدا، وان شاء الله الفلوس بتاعه اللي انا عارفه ان الايرادات هيتم التبرع بيها طبعا للي هي الاسر الشهداء ومن قصه الارهاب وكده، فطبعا دي حاجه كويسه قوي، ويا ريت ان هو يتكرر في الفترات الجايه. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، كان لقاء مهم جدا مع اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي السابقين، الاستاذ محمود بجنيد، الاستاذ هشام السعيد، الاستاذ محمد غزاوي، وايضا الاستاذ محمد جمال هليل. استقبل ضيفي الكريم وهو الناقد الرياضي بموقع في الجول، استاذ عادل كريم. مساء الخير يا عادل، وحشتني. والله انت كمان يا محمد، مساء الخير. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. النادي الاهلي دائما يصنع الحدث بكل شيء، سواء في الصعيد المحلي سواء على الصعيد الدولي. النادي الاهلي حينما يستضيف احد الفرق الاوروبيه في مصر، وهو حتى ابتداها من الخمسينات مع اكبر الفرق الاوروبيه في العالم، اكيد بيبقى حدث كبير جدا، وجمهور الشعب المصري كله بيحب كره القدم مش بس الاهلاوي. تمام. يمكن زي ما قلت طبعا دايما بيبقى النادي الاهلي سباق في النقطه دي. احنا من زمان قوي يعني من الخمسينات كان ما كانش الاهلي بس، يعني كان الاهلي، وكان في كان مرات منتخب الاهلي والزمالك، واتعمل يعني حاجات كتير قوي زمان. منتخب مصر استضاف منتخب البرازيل اعتقد 4 أو 5 مرات في الستينات. الحمد لله يعني كان بقى لنا فتره يمكن الموضوع ده غايب عننا شويه. الاهلي طبعا كمل الموضوع ده لغايه يمكن المئويه، وبعد المئويه كان فيها برشلونه وبنفيكا، وبعد المئويه كمان، وفضلنا كده لغايه يمكن الفتره الاخرانيه. طبعا كانت الظروف ما تسمحش، كان الاهلي لعب ماتشات عالميه لكن كان بره مصر. طبعا بعوده الماتشات مره تانية بحضور اتلتيكو مدريد اعتقد ده حاجه كويسه جدا، هيبقى ان شاء الله مهرجان كويس جدا باذن الله، يبقى بدايه، ويبقى الفتره اللي جايه يبقى عندنا كمان فرق تانية تيجي مصر ان شاء الله. يمكن المهرجان المره دي واخد صوره بعيد عن كره القدم شويه، يعني كره القدم هنا هي وسيله فقط لا غير. يعني انا شايف ان مش ما يعني الناس ما تبصش للمباراه بقيمتها الفنيه قوي، لان القيمه الفنيه تبقى بعيده شويه، لان نتيجه كتر النجوم اللي موجودين، نتيجه ان الاهلي اكيد في لعيبته الاساسيين مش هيبقوا جاهزين للمباراه نتيجه طبعا ضغطة المباريات. عندنا ماتش بكره في الدوري، وعندنا ماتش يوم 2 يناير في الدوري، فهيبقى الدنيا صعبه شويه ان اللعيبه الاساسيه تشارك. لكن القيمه المهمه جدا للمهرجان هي دي القيمه الاسمى واللي ليها معنى كبير جدا، زائد ان يبقى طبعا باسم النادي. يعني انا برضو شفت بعض الاراء، يمكن الناس بتقول طب كانش له لازمه ان الاهلي نقول عليه منتخب حاجه، لا، هي القيمه ان النادي الاهلي هو المستضيف الحدث ده. طيب، ودي حاجه طبعا يعني مهمه جدا. انت بتابع جيد جدا للكره الاوروبيه، اصداء هذه المباراه على الصعيد العالمي بتبقى عامله ازاي؟ لا اكيد طبعا ليها اهميه. طبعا انت شفت اكيد التويت اللي كتبها النادي اتلتيكو مدريد مجرد الاتفاق على المباراه، سواء على تويتر اللي برضه اتعمل لها بوست على الفيسبوك وعلى المواقع السوشيال ميديا كلها. اتلتيكو مدريد مش من الانديه الصغيره، بالعكس خالص. اكيد طبعا انت عارف ان هو في الاخر 4 سنين وصل نهائي شامبيونز ليج مرتين، خد دوري اسباني، خد كاس اسبانيا، خد سوبر اوروبي، خد دوري اوروبي. فطبعا نادي مش قليل. فلما نادي اتلتيكو مدريد يهتم بالحدث بالطريقه دي، لو انت برضو اكيد تابعت، كان دييجو سيميوني كان في دبي اليومين اللي فاتوا عشان معرض كره القدم اللي هناك، وهو اتكلم عن المباراه واتكلم وسال حتى يعني الاهلي له جمهور كبير، جمهور هيحضر المباراه ولا لا. يعني هو يعني واضح ان فيه اهتمام بالمباراه جدا. انت عارف طبعا برضو الفتره دي فتره توقف دوريات، يمكن ما عدا الدوري الانجليزي بقيه الدوريات كلها متوقفه، فكل الانديه موجوده بتعمل مباريات وديه او معسكرات بالظبط كده. ففكره ان الكريسماس بريك بتاع اتلتيكو مدريد في مصر دي حاجه، دي في حد ذاتها كلمه ان اتلتيكو مدريد جايه مصر مهمه جدا طبعا.
طبعا. وزي ما بقول لك اتلتيكو مش ما هواش نادي قليل، حتى لو بصينا على الدوري الاسباني السنه دي هو الثاني في الدوري حاليا بعد برشلونه، متفوق على ريال مدريد، متفوق على فالنتيا، متفوق على اشبيليه. فهو كسب ريال مدريد حتى في ملعب البرنابيو، واحد مقابل شيء جريزمان كان احرز الهدف بالظبط. انت بتتكلم فاقول لك مش حدث قليل، يعني مش نادي قليل جاي، مش اسامي قليله اللي جايه. بتتكلم في لعيبه من اهم لعيبه العالم، جريزمان كان ثالث افضل لعيب في العالم السنه اللي فاتت، مش 2017 2016. توريس طبعا انا سامعك بتتكلم عنه، توريس ده حدوته يعني في حد ذاته، يعني انا شخصيا مهتم ان اشوف توريس بس مش عايز اشوف حد ثاني بصراحه. يعني انا رايح الماتش عايز اشوف توريس بس. هو جميل بالظبط يعني كشخصيه وكاداء، كان نجم في كل حاجه، في كل حاجه يعني. توريس من يعني نادرا لما تلاقي لعيب ساب اتلتيكو مدريد وراح ليفربول جمهور اتلتيكو لسه بيحبه، ساب ليفربول وراح تشيلسي رغم ان تشيلسي عدو ليفربول لكن جمهور ليفربول بيحبه. يعني لما كان في حدث خيري من حوالي سنتين وهو رجع تاني يلعب في ليفربول، استقبال مهول ليه في ليفربول. فلا توريس من الناس اللي هي اللعيبه اللي عارف الاستثنائيه اللي ما ينفعش تكرهه، كل الناس اللي بتحبه ايا كان النادي اللي بيلعب فيه. هل الكره برضه هرجع لنقطه ان الكره بتحرك الامور، عوده الامور مره ثانيه حتى العلاقات ما بين الدول سواء المانيا وامريكا والصين، المانيا وكل اوروبا، امريكا وايران، كانت عن طريق كره القدم. هل رساله لقاء الاهلي واتلتيكو مدريد قادر على انه يوصل رساله مهمه جدا لكل دول العالم؟ طبعا طبعا، لان احنا بنتكلم كمان الهدف بتاع المباراه ان انت بتتكلم في مباراه ضد الارهاب في فتره انت شايف طبعا فيها العالم كله عامل ازاي، بتتكلم في حادثه روسيا بالامس بيترسبيرج بالظبط. واحنا بنتكلم كمان اسبانيا كان في حادثه في برشلونه من حوالي كام شهر، احنا طبعا يعني احنا عايشين في حرب مستمره ضد الارهاب. فكره ان انت بتدي ايراد المباراه لضحايا عمليات ارهابيه، فكره ان انت بتدعو نجوم من كل الدول العربيه اللي برضو تعرضت لمثل هذه الاحداث، ده شايف ان ده حاجه مهمه جدا. زي ما انت قلت كمان رساله التقارب، لو فاكر السنه اللي فاتت في عز ما كان في تنشن كده بين مصر وايطاليا، حصلت مباراه الاهلي وروما اللي اتلعبت في العين، عملت جو جميل جدا بين الفرقتين، وكان ماتش رائع جدا جماهيريا، وكان ليه يعني صدى كبير قوي حتى في روما وفي الصحف الايطاليه. لا طبعا الرساله بتاعت المباراه ان شاء الله هتوصل، وهي اعتقد انها وصلت وهتوصل كمان باقامه المباراه باذن الله. طب عادل، نادي زي اتلتيكو مدريد على صعيد مدينه مدريد هو رقم 2، بينافس نادي القرن في العالم مش بس في اوروبا هو الريال. وجوده بهذا الحجم بكل نجوم فول تيم في الوطن العربي وفي مصر، ايه الحاجه اللي احنا نقدر نستخدمها كمصر من وجود فرقه بقيمه اتلتيكو مدريد موجوده؟ هي فكره طبعا ان اتلتيكو مدريد هيبقى موجود في مصر لازم نستغلها في ما هو قادم بقى ان شاء الله في الفتره اللي جايه. انت اكيد عارف ان في فتره التوقف الوينتر بريك دي بتاعه الدوريات الاوروبيه اللي تقريبا كل الدوريات فيها ما عدا الانجليزي بتوقف، الانديه كلها تقريبا بتروح ناحيه الشرق الاوسط. بتلاقي بايرن ميونخ عامل معسكرات مثلا في الدوحه، بتلاقي ميلان عامل معسكرات في دبي، بتلاقي اغلب الانديه الاوروبيه بتروح ناحيه المنطقه دي. فاحنا اعتقد وجود اتلتيكو مدريد في مصر في المباراه دي انا شايف ان احنا لازم نستغله ان احنا نتكلم بقى في السنوات اللي جايه. يعني انا عندي هنا ان شاء الله يعني ممكن ان احنا ننظم في الوقت ده ماتشات في برج العرب، ماتشات في اسوان، حتى ان انت تعمل رواج سياحي انك تجيب الانديه دي في الوقت ده. هي كده كده الانديه اجازه، كده كده الانديه بتتوجه زي ما قلت لك ناحيه الشرق الاوسط. انت عندك يعني احنا للاسف الفتره اللي فاتت كان عندنا مشكله طبعا في موضوع الجماهير، اكيد اقامه المباراه دي ب 60,000 متفرج ان شاء الله، كلام كل الوعود ان الجمهور هيرجع في الدور الثاني باذن الله. وكمان يعني النادي الاهلي ومشواره في بطوله افريقيا ووجود الجماهير في لقاء النجم وفي لقاء الترجي وفي لقاء الوداد كان بيدي مردود كبير بشكل جميل جدا. نعم. يعني شفنا طوال البطوله يعني بالظبط، وحتى في الماتشات بطوله الفولي الاخرانيه البطوله العربيه للفولي الجمهور كان موجود وهو اللي بينظم نفسه بشكل محترم جدا. ان شاء الله المباراه هتخرج بشكل كويس جدا كمان. فاعتقد ان ده زي ما قلت لك بقى ان احنا نستغل ده، نبتدي من دلوقتي نحضر الوينتر بريك اللي جاي السنه الجايه، نوجه الدعوه بقى لبايرن ميونخ، نوجه الدعوه لبرشلونه، نوجه الفرق اللي هي كلها عندها الدوري بيوقف لفتره معينه حوالي اسبوعين تقريبا او ثلاثه، انت تقدر تنظم ماتشات هنا، تقدر تعمل معسكر حتى للفرق دي هنا، واحنا اعتقد نقدر نعمل ده. طب بالنسبه لمشاركه اللعيبه العرب، النادي الاهلي بعت دعوه للعديد من النجوم العرب في سواء في الامارات، سواء في السعوديه، سواء في البحرين، سواء في سلطنه عمان، على كل الصعيد العربي، وهل انت شايفها انها مبادره جيده من النادي الاهلي؟ ما زي ما كنت لسه بقول لك، انت فكره الهدف اللي ورا المباراه ايه؟ هو انت بتتكلم ان انت حرب ضد الارهاب او توقف العالم ضد الارهاب، زائد انت بتتكلم في السلام وان انت بتعمل زي الايراد للضحايا العمليات الارهابيه. فانت اخترت لعيبه من دول اللي هي عامله المحور محاربه الارهاب اللي هي مصر والامارات والسعوديه والبحرين. فطبعا بتتكلم في طبعا ده حاجه كويسه جدا، انت كمان بتتكلم في لعيبه مش قليله، يعني لعيبه ليها سمعه كبيره جدا في بلادها. لعيب زي عمر عبد الرحمن ده حاجه يعني انا شايف ان كان بصراحه كان يستحق انه يلعب حتى في اوروبا كمان، واعتقد كان في فتره كان في كلام عليه من مان سيتي ومن فرق تانية.
انت فعلا جايب نجوم وجايب نجوم ليهم سمعه كبيره جدا في بلادهم، جايب ناس اعتقد ان هي هيبقى ليها صدى قوي جدا. انت عارف دلوقتي كمان الناس في الخليج بتهتم بالكره بشكل عامل ازاي، حتى دعوه المسؤولين اللي بتدعم فريق الاهلي امام اتلتيكو مدريد على مستوى الوطن العربي كانت بالزبط. يعني صراحه استجابه كانت على اعلى مستوى بالظبط، لان زي ما قلت لك الهدف اللي ورا المباراه، يعني خلينا نخرج من الفنيات شويه، يعني الناس اللي برضو اللي مش بقول لك، كنت لسه بقول لك عشان لسه قاري يمكن قبل ما نخش الانتقادات الناس للهدف الفني من المباراه، لا هي المباراه قيمتها اكبر من موضوع الفنيات، لان فنيا انت غصبا عنك انت اتحطيت في الموقف ده، لان عدم تاجيل مباراه بتروجيت وعدم تاجيل مباراه النصر، فانت عندك ماتشين في الدوري في 4 ايام. هو واجب وطني، واجب وطني ورساله للعالم من بالزبط. دوله مصر والنادي الاهلي عليه عبء هذا الامر بالظبط، عشان كده قلت لك برضو كان مهم ان يبقى الموضوع، لا هو الناس اللي كانت بتقول ان حتى بنخليها منتخب العرب، لا مهم ان يبقى اسم النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي خد الخط ده، هو اللي بدع الموضوع ده، هو اللي خد فكره ان انا الموضوع ده باسم النادي الاهلي، وشايف ان دي حاجه كويسه جدا، حاجه مهمه جدا، واعتقد زي ما قلت لك كمان لو استغلناها في الفتره اللي جايه ان احنا يبقى كل وينتر بريك عندنا حد جاي يلعب النادي الاهلي هنا ان شاء الله، معسكر لفريق كبير موجود هنا في مصر، حتى لو قدرنا نجيب فريقين ثلاثه ونعمل دوره موجوده هنا زي ما بيحصل في دبي وزي ما بيحصل في الدول العربيه، يبقى ان شاء الله اعتقد دي حاجه احنا كده حققنا الهدف وزياده كمان. طيب تعالوا نشوف تقرير عن واحد من احرف النجوم على المستوى العربي، عمر عبد الرحمن نجم الاماراتي، نذهب ونشاهد. يترقب عشاق الساحرة المستديرة مشاركة عمر عبد الرحمن الشهير بعموري نجم المنتخب الإماراتي ونادي العين في ودية فريق الأهلي أمام أتلتيكو مدريد. والده عبد الرحمن أحمد الراقي لاعب كرة قدم سابق، ويعد عموري الأصغر من بين 3 أشقاء لهذا الوالد أكبر منه، وهم أحمد ومحمد وخالد. في عام 2000 خاض تجربة مع نادي الهلال السعودي، وشارك مع الفريق لمدة 5 سنوات حتى عام 2005. انضم عموري إلى مدرسة وأكاديمية نادي العين في عام 2007، ولعب للفئات العمرية المختلفة لنادي العين، وضمه المدرب الألماني وينفريد شايفر إلى الفريق الأول بعد أن شاهده في بطولة العين الدولية تحت 17 سنة عام 2009. وسجل عموري ظهوره الأول مع العين ضد الأهلي في 24 يناير عام 2009 في بطولة كأس الإمارات. اختار عموري تمثيل المنتخب الإماراتي عن اليمني، وبدأ مسيرته مع المنتخبات الوطنية مع منتخب الشباب في 19 سبتمبر عام 2008 بالمشاركة في كأس آسيا للشباب، لكنه أصيب واستبعد، واستدعي مرة أخرى لمنتخب الشباب للمشاركة في كأس العالم عام 2009، لكنه أصيب في مباراة ودية ضد نادي لوزان في 26 يوليو عام 2009. وشارك عموري مع المنتخب الأولمبي الإماراتي لأول مرة في بطولة كأس الخليج للمنتخبات الأولمبية عام 2010، ثم شارك مع منتخب الشباب في بطولة كأس آسيا عام 2010، ثم فاز مع المنتخب الأولمبي بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية عام 2010. وخاض عموري أول مباراة دولية له للمنتخب الإماراتي الأول في 3 يناير عام 2011 أمام سوريا وهو في سن 19 عاما، وخاض أول مباراة رسمية له مع المنتخب الإماراتي الأول في كأس آسيا عام 2011. عموري من اللعيبة أصحاب المهارات الخاصة، واحد من الناس اللي تحب الكرة تروح له لأنه دايما بيصنع لك الفارق. عادل هل تتفق معايا أن عموري من اللعيبة اللي تحب الكرة تروح لها؟ طبعا ممتع، يعني
يعني كان اول ما اتفرجت عليه كان في لندن في 2012، كان عامل بطوله في الاولمبياد هايله بصراحه، حاجه ممتعه جدا. بعد كده يمكن مع العين او مع منتخب الامارات، حتى في يمكن الفتره بتاعه مهدي علي، يعني يمكن مهدي علي المدرب الاماراتي السابق طبعا منتخب الامارات، كان عامل جيل كويس جدا، وعموري كان هو الفاكهه بتاعه الفرقه. يعني اسماعيل مطر واحد من اللعيبه اصحاب ارضه المهارات الخاصه، كنا لو تفتكر كاس العالم كاس عالم للشباب بالظبط، كان خد احسن لاعب هو في كاس عالم الشباب 2003، كان نفس الفرق، كان احنا مصر ساعتها لعبت بالجيل بتاع شريف اكرامي واحمد فتحي وعماد متعب وحسني عبد الرب، جيل 83 بالظبط، بس كان حسني واحمد فتحي اصغر شويه، بس كانوا بيلعبوا مع الفرقه دي، كان كابتن حسن شحاته الفضل، واحنا تقريبا صعدنا ساعتها وخسرنا من الارجنتين في دور 16. وهي كانت انطلاقه لاسماعيل مطر وايضا لعماد متعب، يعني بالظبط الناس كلها تبتدي بقى تعرف. عماد كان جاب احلى جول في البطوله في انجلترا الماتش 2-1، واسماعيل مطر كان خد احسن لاعب في البطوله. كنت بتشجع انجلترا انت ولا لا؟ لا مشجع كبير لليفربول، مشجع الفلوس ومنتخب الكتاره. لا طيب، عايز اتكلم معاك على وضعيه الاتلتيكو مدريد. النادي استطاع ان هو يحفر في، يعني مش هقول صخر، في الكره الاسبانيه عشان يبقى عنده مكانه مع مين؟ مع ريال مدريد وبرشلونه، اقوى ناديين في العالم. بالظبط، هي فعلا فرقه اتلتيكو مدريد طبعا هي فرقه لها تاريخ كبير، لان هم واخدين الدوري والكاس اكتر من مره قبل كده، لكن جم يمكن من نص الثمانينات الفريق بعد شويه، وصل لمرحله كمان كان في ازمات اقتصاديه كبيره جدا في النادي، كان فريق مهدد بالهبوط فتره طويله جدا، مهدد بالافلاس فتره طويله جدا، لكن قدر تاني الفريق يرجع مره تانيه يقف على رجليه، وبعدين كان فريق منتصف ترتيب لغايه ما جه دييجو سيميوني. دييجو سيميوني يمكن عمل ثوره كبيره جدا في اتلتيكو، هو طبعا من اللعيبه اللي لعبت لاتلتيكو مدريد لفتره، وفاز بالدوري والكاس مع اتلتيكو مدريد ايام ما كان لعيب، لكن هو مع وجود التسعينات بالظبط تقريبا 96 كان 96 كان مع جونينيو كان مع فييري نجم ايطاليا بالظبط، كانت فرقه جميله جدا، واعتقد كمان خدوا كاس بطوله اوروبا ابطال الكؤوس في الوقت ده. لكن زي ما قلت لك الفريق بعد شويه، لكن مع عوده وجود سيميوني قدر يحول الفريق من فريق نص جدول لفريق بينافس، بل وصل ان هو كمان خد الدوري. يعني انت عارف طبعا الفريق، يعني ممكن فريق ينافس وياخد الكاس، لان الكاس ليه ظروف مباريات، انما تاخد دوري اسباني في وجود ريال مدريد وبرشلونه دي حاجه يمكن شبه مستحيله في السنوات الاخيره. ده حقيقي، على ولو حطينا مثلا مقارنه يعني الصرف، ده بيصرف قد ايه وده بيصرف قد ايه، بيجيب نجوم ازاي وده بيجيب نجوم ازاي. وغير كده كمان يعني اتلتيكو مدريد لو تفتكر توريس كان موجود، كان هو اللي شايل الفرقه، مشي راح ليفربول، اجويرو ظهر، اجويرو مشي راح سيتي، ظهر فالكاو ومشي، ظهر ديجو كوستا ومشي، وهو مع ذلك برضه الفريق لسه قادر ان هو يكمل. انا يعني برضو قبل ما اسالك على هم ازاي بيجيبوا فراوده بهذا الحجم، عايز اخدك ليه فلسفه دييجو سيميوني، ازاي استطاعت فلسفه دييجو سيميوني ان تضع اتلتيكو في هذه المكان. هو طبعا انت اكيد تابعت دييجو سيميوني، هو لعيب، هو سيميوني حول سيميوني اللعيب ل 11 سيميوني في الملعب. احنا بس هستاذنك معانا على الهاتف الناقد الرياضي بجريده الاتحاد الاماراتيه الاستاذ صبر علي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. يعني تحياتي وتحيات الاستاذ عادل قريب. تحياتي ليك وتحيات الاستاذ عادل ولكل المشاهدين. الاهلي سيواجه اتلتيكو مدريد في مباراه من اجل السلام، العديد من النجوم العرب تم دعوتهم. هل ترى ان لقاء الاهلي واتلتيكو مدريد ولقاء من اجل السلام قادر على انه يعمل اصداء عالميه يا فندم؟ والله طبعا مبادره جميله وجايه في توقيت ممتاز، عهد جديد في النادي الاهلي. اعتقد ان المباراه كمان يمكن يكون ظلمها الوقت شويه، انا ما خدتش من الوقت الكبير في التحضير او في الدعايه، لكن انا اعتقد ان الجمهور المصري قادر على انجاحها وتنظيم الاهلي قادر على انجاحها، وفركه فريق كبير زي اتلتيكو مدريد في حدث كبير زي ده في التوقيت ده اللي كل يعني في تركيز كله سياسيا على المواضيع من اجل السلام ونبذ الارهاب والكلام ده، فاعتقد ان كل الظروف مهيئه لخروج المباراه بشكل لائق جدا بالمضمون او الهدف النبيل اللي معمول من اجله يعني. طيب رأي حضرتك في مشاركة النجوم العرب في هذا اللقاء؟ والله برضه أنا شايف رأي تحفظات، لأن في بعض الأسماء اللي تم دعوتها ما كانش في تنسيق بشأن إن هم يكونوا في التوقيت ده فاضيين ولا لا، يمكن يتقال من الإمارات حتى كمان عمر عبد الرحمن عموري أحد أفضل اللاعبين العرب على مستوى قارة آسيا، هو موجود حاليا بيشارك مع منتخب الإمارات في كأس الخليج خليج 23 في الكويت، وحاليا بياخد مباراة مع منتخب الإمارات أمام الكويت المنظم. وفرص الامارات ونتيجه 0-0 الى الان، وده بيعني صعود منتخب الامارات وتاهل للدور نصف النهائي اللي هو بيقام يوم الاثنين والثلاث المقبلين، واعتقد ان مشاركه عموري بقى مستحيله يعني صعبه كان صعبه للغايه طبعا مستحيله مش صعبه مستحيله يعني في مشاركه بقى تعتبر بطوله مهما كانت حتى لو وديه مش معترف بها من الفيفا، لكن يبتعني عند دول الخليج
كانها دي مسابقه كاس عالم، لا يمكن التفريط في اي لاعب من اللاعبين حتى لو هيشارك في المباراه بتحمل هدف بديل زي دي، لكن كان المفروض ان يكون في اسماء اخرى بديله. طب مين يا فندم مين من المسؤولين واللعيبه العرب اللي ان شاء الله هيكونوا موجودين في لقاء الاهلي واتلتيكو؟ والله من اي مشاركه اي حد في الحدث ده تشريف للاسم اللاعب نفسه قبل ما تكون اي شيء ثاني، الكل بيسعى للمشاركه، حتى كمان يمكن يشوفوا كده يعني تقليل من شان اسم اي نجم، لكن عموري نفسه لما طرحت عليه الفكره في البدايه كان مرحب جدا وموافق جدا، لكن كانت كاس الخليج طبعا اقيمت بشكل عاجل، كانت مش في الترتيبات انها تقام، كانت مهدده بالالغاء، وتم اقرار اقامتها في خلال 10 ايام من تم نقلها للكويت. ده كان سبب اللي حصل من الاسم يعني ما يكونش مطروح للمشاركه، لكن عموري نفسه كان عنده رغبه كبيره جدا لما سئل في البدايه عن المشاركه، كان سعيد جدا بالاسم يطرح والاسم يكون مدعو، واي نجم عربي بيكون موجود سواء من دوله خليجيه او من دول العربيه الافريقيه اعتقد انه بيكون اضافه للمباراه واضافه للاعب نفسه اللي مشارك في حدث زي ده، العالم كله بينظر للمباراه بنظره كبيره، واعتقد ان مشاركه ريال مدريد اتلتيكو مدريد في مباراه زي دي في التوقيت ده زي ما قلنا بيكون ليه معاني كبيره جدا سواء على مستوى اوروبا او على مستوى العرب، واللي بيشارك بيتحط له في السي في بتاعه انه يشارك في مباراه كبيره زي دي باسم كبير مع الاهلي كاسم كبير جدا عربيا وافريقيا ومع اتلتيكو مدريد اسم اوروبي وعالمي كمان. طيب هل اللاعب اسماعيل مطر واحد ايضا من اكبر النجوم في الامارات، هل حضرتك شايف انه بشكل كبير ممكن يكون متواجد؟ طبعا اسماعيل مطر اسم كبير وهو احد افضل اللاعبين الاماراتيين على مر تاريخ الكره الاماراتي، هو حاليا راجع من اصابه وما عندوش اي ارتباطات تمنعه من المشاركه، ووجوده كمان هو اسم كبير ووجوده يضفي على الحدث يعني طابع خليجي مميز، ومشاركته هو نجم كبير وعنده مهارات عاليه ويتمتع بجماهيريه كمان عربيه وخليجيه كبيره، لو موجود هيبقى اضافه لاسم اسماعيل مطر كمان وهو يبقى سعيد بالمشاركه في حدث زي ده، لا يمكن ابدا هيمانع، ويمكن هو حاليا خارج حسابات المنتخب الوطني لان زي ما قلت لحضرتك راجع من الاصابه ومشاركته تكون متاحه بشكل كبير يعني. طيب هل تاكد وصول اللاعب احمد خليل؟ احمد خليل موجود كمان مع منتخب الامارات، هو كان حاليا الفتره الاخيره كان بره القايمه ودخل القايمه قبل البطوله بيوم واحد، وحاليا هو موجود برضه في قايمه منتخب الامارات، يعني هتبقى مشاركته ايضا يعني غير موجود يعني مش هيحصل، لا غير وارده طبعا مشاركه، لكن اسماعيل مطر هو الوحيد حاليا وكقائد منتخب الامارات، لكن زي ما حضرتك راجع الاصابه هو الوحيد اللي عنده فرصه المشاركه لانه خارج حسابات المنتخب. طيب عايز اعرف من حضرتك الاجواء في الامارات، كيف استقبلت لقاء الاهلي واتلتيكو مدريد وهو لقاء من اجل السلام؟ والله لما تم الاعلان عن المباراه كان في ترحيب كبير جدا بيها، وطبعا كان في رغبه من لعيبه كتير جدا، كان حتى يعني كان قدامي فتح اكتر مع اكتر من لاعب نفس الموضوع، كان عندهم الرغبه ان هم يكونوا متواجدين في حدث زي ده، والكل كان بيتمنى يتوجه ليه الدعوه. كمان اللي في ان الاهلي كمان جاي يلعب مباراه السوبر مع المصري هنا بعد ايام في عندنا في العين في العين تحديدا، نعم. مخلي في يعني في الجماهير الاماراتيه بتنتظر وصول الاهلي هنا او الجاليه المصريه بتنتظر وصول الاهلي للامارات، فالمباراه دي كمان بتعتبر تمهيد لوجود الاهلي في الامارات واستمرار لدايما الحديث ان الاهلي دايما على طول على في وسائل الاعلام واخباره موجوده هنا باستمرار، المباراه دي اعتقد كمان ان هي بتكون فرصه اللعيبه العرب ان هم يعبروا عن حبهم لمصر وعن حبهم للنادي الاهلي، لان كتير جدا من لعيبه الدول الخليج يعني بتعشق مصر او كل الخليجيين تقريبا بيعشق مصر، وبيكون فرصه ليهم مشاركه في حدث زي ده هم بيشوفوها ان هي قيمه كبيره تستحق التضحيه باي شيء من اجلها يعني. طيب بالنسبه للقاء السوبر ما بين النادي الاهلي والنادي المصري البورسعيدي، هل انتهت التفاصيل شكل الاقامه الحكام، هل تم تحديد الحكام، يعني كل اجواء لقاء السوبر هل حددت يا استاذ صبري؟ لا طبعا الترتيبات الاداريه دي يعني في الامارات ما شاء الله لهم هنا يعني مش بيتاخروا في حاجه زي كده، بتلاقي كل الامور مرتبه ومنظمه بشكل كبير جدا بالنسبه للاقامه بالنسبه لترتيبات الحضور بالدقيقه او بالثانيه، برنامج الفريقين هيكون محدد بالثانيه، يمكن بس اسماء الحكام لم تعلن الى الان، ما عندناش خبر بيها الى الان، لكن كل الترتيبات سواء اقامه الاهلي، وانا حتى عندي معلومه من الاهلي مش من الامارات، ان في رغبه في ان الاهلي بيختار هو حدد او طلب ان يكون في فندق في مدينه العين، لان الجاليه المصريه في العين كبيره جدا، وكمان بيعشق كره القدم بشكل مجنون زي مدينه العين كطبيعها العادي، كان تم طلب ان يكون الاهلي في فندق بعيد شويه عن قلب المدينه، يكون يعني في منطقه مترميه شويه منعا لوجود جماهير كثيره حوالين لعيبه الاهلي لفتره اللي هي تسبق المباراه من اجل مزيد من التركيز يعني.
الناقد الرياضي صبري علي بجريدة الاتحاد الإماراتية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، مداخلة قيمة واستعرضنا فيها العديد من الأمور. عادل أرجع ليك لأجواء الأتليتي، أتليتيكو مدريد، فلسفة دييجو سيموني، هل سيموني تطبع بالطابع الإيطالي بعدما قضى فترة في الإنتر ولاتسيو ثم عاد مرة أخرى إلى الأتليتيكو كمدرب، هل استطاع أن يصنع الفارق بالفلسفة الإيطالية؟ زي ما كنت بقول لك قبل المداخله، كان هو دييجو سيميوني حول فرقه اتلتيكو مدريد اللي فيه 11 سيميوني موجودين في الملعب، نفس الفكر اللي كان بيلعب بيه سيميوني، الحماس القوي جدا، القتال على كل كوره، ان انا فكره ان يعني هو فعلا زي ما انت قلت الفلسفه الايطاليه انه بيعتمد اكتر على الدفاع القوي، وان هو الحماس قوي اللي هو ان كل كوره بالنسبه لي كوره مهمه، ان كل مباراه بالنسبه لي انا بلعب مش عايز اخسر. يعني اتلتيكو مدريد كان جات عليه وقت زي ما قلت لك كان خلاص فريق نص جدول، لا هو بقاله دلوقتي طول فتره سيميوني فريق لازم في كل سنه يا بينافس على بطوله يا بياخد بطوله، يعني خد الدوري، خد كاس اسبانيا، خد السوبر الاوروبي، خد الدوري الاوروبي، فريق وصل نهائي تشامبيونز ليج مرتين، وصل سيمي فاينال تشامبيونز ليج مره، ووصل دور الثمانيه مره، فكل سنه اتلتيكو مدريد يمكن باستثناء السنه دي في اوروبا خروجه مبكرا وانتقاله لاوروبا ليج، وده ممكن يكون برضه فرصه انه ينافس على اوروبا ليج. لكن زي ما قلت لك هو حول فرقه اتلتيكو مدريد لفريق منافس على كل البطولات اللي هو بيلعب فيها، فريق مهما كان بيخرج منه نجوم بيصنع نجوم جديده. يعني انطوان جريزمان لما راح اتلتيكو من ريال سوسيداد لعيب ماشي لعيب كويس، بس ما هوش اللعيب الفذ على مستوى العالم، صاعد مش نجم النجوم بالظبط. انما مع اتلتيكو مع سيميوني اصبح واحد من نجوم العالم اللي كل الدنيا بتجري وراهم دلوقتي، وبرشلونه بيجري وراه عايز يجيبه، ومانشستر يونايتد بقاله سنتين عايز يجيبه، لعيب زي يانيك كراسكو برده لما راح اللعيب البلجيكي خلاه هو احد نجوم وسط الملعب. سأقول نجاز اللعيب اللي كان صاعد في منتخب اسبانيا للشباب واصبح احد اهم نجوم منتخب اسبانيا للكبار واحد اهم نجوم الليجا. زي ما كنا بنتكلم ان توريس يمشي، جريزمان سوري دييجو كوستا يمشي، فالكاو، اجويرو، هو ما عندوش مشكله، هو كل اللعيبه اللي بتمشي دي انت عارف اللعيب ده الاسم ده لما بيمشي من فريق ممكن يهد الفريق. هو كل سنه بيطلع من عنده نجوم وهو ما عندوش مشكله، بيطلع مكانهم، بيبقى عنده دي فلسفته، دي طريقته بالظبط. هي فكره دييجو سيميوني ان النجم هو الفريق، الفريق هو اللي بيلعب فريق بيلعب كومباكت جدا، فريق بيلعب بقوه بدنيه قويه جدا، فريق بيلعب عنده فكر بينفذه ايا كان المنافس اللي قدامه. ففكره انا يعني انا شخصيا بحب المدرب اللي بيفرض فلسفته على الفريق اللي هو بيدربه. يعني زي ما قلت لك سيميوني انا وانا بتفرج انا حاسس ان في 11 سيميوني موجودين. حتى الجهاز اللي معاه يعني هو نفس طريقته في الاداء كلاعب اصبحت اداؤه كمدرب بالظبط. حتى هتلاقي المساعدين بتوعه بيتخانقوا مع الحكام بنفس الطريقه، بيكلموا اللعيب بنفس الطريقه. هو بيترك كتير هو بيوقف كتير قوي كمان، بس هو مش هيتغير. يعني هو حتى لما الناس بيقولوا له قال لهم انا كده يعني ما انا مش هتغير. طيب وضعيه الاتليتيكو بهذا الشان هل تؤتي العديد من الجوانب، مش هتكلم على الفنيه كتير لان هو برضو النادي الاهلي هيبقى معاه نجوم عرب والفايده كفنيه مش زي الفايده على المستوى السياسي وعلى مستوى الرساله اللي بيأديها النادي الاهلي، ولكن ايضا هيبقى في استفاده، في متعه ان كل هؤلاء النجوم اللي انت حضرتك ذكرتهم كلهم بيلعبوا كوره جميله. هي نفس الفكره زي ما قلت لك برضو اتلتيكو مدريد في فتره توقف، فتره راحه شويه اجازه، لما يرجع كمان مش هيرجع على الدوري، هيرجع عنده مباراه في الكاس واعتقد مع فريق درجه ثانيه فالكولتيرال اعتقد ليوناسا، فهيبقى مباراه برضو مريحه شويه بالنسبه له، فهو هيدي فرصه لاكبر عدد من اللعيبه في المباراه. هو عنده بعض اللعيبه المصابين، عنده اعتقد في اثنين انضموا من فتره بس ما كانوش جاهزين ان هم يلعبوا لان هم ما تأيدوش، لان اتلتيكو كان محروم من التعاقدات في الصيف اللي فات اللي هم طبعا لوسيانو فياتو ودييجو كوستا. وارد ان هو يديهم فرصه في المباراه بحيث ان هي البدايه، لان خلاص مع اول يناير هيبقى من حقه ان هو يقيدهم يعني على اعلى مستوى طبعًا. سواء كل من دييجو كوستا واحد يعني نجم منتخب اسبانيا وتشيلسي كان مكسر الدنيا، لكن يبدو ان علاقته مع كونتي هي اللي ادت الى هذا الامور، ولكن من صنعه هو دييجو سيميوني، عارف فياتو كويس جدا يعني اعتقد هو اللي هيبقى في الجزء الثاني من الدوري هيبقى الاساسي. طبعا هو لان هو بقى لك وارد ان هو هيبقى يديله فرصه لانه خلاص مع بدايه يناير هيبقى متايد موجود في القائمه معاه عادي جدا ويقدر يستعين بيه. هو عنده زي ما قلت لك بعض الاصابات زي ساول نجاز زي كوكي، فممكن اللعيبه دي تبقى بعيده، انما هو اكيد هيدي فرصه لانه كمان قائمته كبيره، يعني هو عنده لعيبه كتير قوي موجودين. هنشوف اعتقد عدد كبير من اللعيبه في الماتش ده. اتلتيكو مدريد ماشي كويس في الدوري الاسباني رغم ان بدايته ما كانتش كويسه، لكن احنا مع نهايه 17 مباراه الدور الاول لسه ما خلصش، فاضل فيه مباراتين، لكن هو لعبوا 17 مباراه فازوا في 10 وتعادلوا في 6، خسروا اخر مباراه بس قبل التوقف امام اسبانيول. امام اسبانيول بالظبط، لكن زي ما قلت لك هم بداوا باكتر من تعادل كان بعدهم شويه، لكن حاليا لعب اسبانيول في لقاء ودي. احنا لعبنا 6 فرق من اسبانيا، يعني دي 7 ماتش لينا، سوري 7 فريق اسبانيا، احنا في فرق لعبناها اكتر من مره، لعب برشلونه 3 مرات
مره في الستينات ومرتين بقى، مره 2007 في المئويه ومره في دوره ويمبلي في 2009. لعبنا مع ريال مدريد طبعا ماتش اللي كسبناه سانداي، ولعبنا مع ريال سوسيداد. اشوف انت قلت الماتش اللي كسبناه سانداي، يعني حتى اللقاء احنا لازم يعني هنفتكره طول عمرنا. فاكرين سانداي بلقاء ريال مدريد طبعا، لان ماتش تاريخي كان طبعا، وكان ريال مدريد برضو بكل نجومه، يعني زين الدين زيدان وراؤول وروبرتو كارلوس وروبرتو كارلوس بالظبط، العتاوله كلهم كانوا موجودين. ده كان 4 اغسطس 2001 انا افتكر. برشلونه لعبناه مره في الستينات خسرنا 5-6-1، ومره 4-0 في المئويه، ومره 4-1 في ويمبلي. هذه اللقاء اهو بفكر مشاهدينا، لقاء من اللقاءات، حتى الواحد متذكر حسام غالي لما عدى من سيزر حارس المرمى وادى لصنداي، الله يرحمه كابتن، قال له خش التاريخ يا راجل، وراح مديها لصنداي دخله التاريخ عشان خاطر ما صنداي بقول لك احنا فاكرينه بالجول ده. صنداي ما جاب مع الاهلي جولين، جاب الجول ده جول في فتره الاتلتيكو بالظبط، انما هنفضل فاكرينه طول عمرنا بالهدف ده. فهي اللقاءات بتصنع فرق برضو بالزبط. شوف يعني اللقاء بقاله حوالي 16 سنة. ولسه فاكرين ان زيدان جه مصر، وان روبرتو كارلوس جه، وان فيجو جه مصر، وان وفاكرين كره علي ابراهيم اللي جت في العارضه، نعم، وفاكرين كل حاجه. حتى النجوم لما تيجي تتكلم معاهم يقول لك ده انا زيدان ده، ولا دي برضو حاجات بتبقى ليها ذكريات حلوه. تاريخ طبعا طبعا. كنت كمان احنا لعبنا مع اسبانيول، ولعبنا مع ريال سوسيداد، ولعبنا مع اوساسونا، ولعبنا مع ختافي. فالاهلي لعب مع 6 فرق اسبانيه، هيبقى اتلتيكو مدريد سابعهم بقى ان شاء الله. ولكن يعني لقاء ريال مدريد كان يعني هويته كرويه لحد كبير طبعا. هذا اللقاء مع الاتلتيكو رساله قويه طبعا. ولكن يعني حتى الان انطباع زين الدين زيدان عن مصر، كان الناس في كل وسائل الاعلام في هذا يعني في هذه الحقبه، كان وسائل الاعلام يعني الصحافه والتلفزيون فقط، ما كانش لسه في سوشيال ميديا والانترنت، ما كانش على هذا الشكل. ولو فاكر كمان في السيزون ده كان تقريبا ريال مدريد كان المئويه بتاعته برده، فكان ريال مدريد عامل تيشرت مخصوص للمئويه، حتى ما كانش فيه اعلان، كان حاطط بس الويب سايت بتاع النادي. فكان طبعا حاجه مهمه ان كان بدايه سنه مئويه ريال مدريد بلقاء مع النادي الاهلي، وكان كان نفس فكره برده ان الاهلي كان واخد نادي القرن في افريقيا، وريال مدريد نادي القرن في اوروبا، فكانت مهرجان كبير جدا. اكيد زي ما قلت لك يعني الماتش اللي جاي ممكن يكون فنيا ما هوش اللي كان منتظرينه، له مردود كبير جدا، مردود كبير جدا، حتى وسائل الاعلام سواء على السوشيال ميديا، سواء حتى على الموقع الرسمي للاتلتيكو، والصحف الاسبانيه سواء ماركا والاس وسبور، كل هذه الصحف هتتحدث عن مواجهه الاتلتيكو الاهلي. انت عارف السوشيال ميديا دلوقتي قوتها عامله ازاي؟ شوف مثلا صوره لتوريس في الملعب، او صوره لجريزمان في الملعب، او صورتهم هم في المطار برج العرب، او الكلام كل الحاجات دي طبعا ليها قيمه كبيره جدا. الصوره زي دي بتبقى فايرال جدا في السوشيال ميديا، يعني فاكر طبعا صوره ميسي في الهرم عملت ايه في العالم يعني. فاكيد الحاجات دي مهم، يعني بص ده القيمه اللي بقول لك ان هي ممكن تكون اكبر يعني هذا الشكل من الترويج طبعا طبعا جدا كمان الفتره اللي احنا فيها دي. واتمنى زي ما قلت لك السنين الجايه نستغل فتره الوينتر بريك دي، ان احنا نستغل بقى نجيب انديه تيجي تقعد تعمل معسكرات هنا ان شاء الله. انا هرجع برضو اكلمك عن هذا الامر بشكل اوفض، ولكن هطلع لتقرير مهم جدا. كابتن عصام عبد المنعم، كابتن خالد كامل، كابتن حسين عثمان، كابتن حسن عثمان، والاستاذ سعيد وهبه، نطلع نشوفه ونرجع نكمل كلام. حدود الرياضة بتجاوز حدود حتى المكان مصر، ان احنا بندي رسالة للعالم انه حتى يا رياضيين يا اللي في الدنيا كلها، انتوا كمان عليكم دور في مقاومة الارهاب. المباراة دي بتؤكد ان مصر كبيرة جدا، مشاركة كانت مش مقتصرة على مصر بس، بتؤكد ان الاشقاء العرب معانا في نفس الموضوع، ودي مهمه جدا. انت عارف حضرتك دلوقتي امتداد الارهاب اللي شفناه وداعش وغيرها من الحدث في اليمن، اللي بيحدث في اليمن، اللي بيحدث في سوريا، اللي حدث في العراق، اللي حدث في ليبيا، المحاولات الخسيسه اللي كانت عايزه تتم في مصر والحمد لله بيقضى عليها، فده شعار محترم. مشاركه الاشقاء العرب ده بتؤكد ان العالم العربي كله مع مصر ايد واحده. النادي الاهلي فكرته رائعه جدا، المباراه هي كرنفال بغض النظر عن النتيجه، المباراه مش عايزين ناخدها كنتيجه، لان النادي الاهلي عنده مباراه قبلها بيوم في الدوري العام مع بتروجيت، وبالتالي الثلاث نقاط في الدوري مهمين جدا، وبالتالي مجموعه كبيره ممكن ما تشاركش من اول مباراه لاخر مباراه، فبالتالي الميكس اللي معمول ليه هدف، المباراه دي مهرجان واحتفاليه وكرنفال عشان الناس ما تاخدهاش بمدلول غير كده، معنى لكن اتلتيكو مدريد طبعا جاي بكل نجومه، جاي بمدربه القدير سيموني،
لكن النادي الاهلي انا اعتقد ان هتخرج مباراه بشكل محترم بكرفال جميل جدا، مشاركه العربيه شيء محترم جدا جدا. انا بحيي مجلس اداره النادي الاهلي وبحيي القائمين على المباراه لانها فعلا فكره جميله جدا، واتمنى ان دي تكون بدايه لسلسله من المباريات العربيه ان شاء الله في المرحله اللي جايه. كل العرب فعلا واحنا في ظروف كلنا او العرب معنا اصح هم ومصر ظروفنا واحده، وان احنا كلنا في بنعيش في المنطقه اللي احنا موجودين فيها دي، فكون الفنانين وكون طوائف اخرى تيجي هتشارك فيها فده طبعا هيبقى له صدى كويس، لانه اعلاميا هيتغطى، مش هيتغطى عندنا بس اعلاميا، هيتغطى بره، وده مهم جدا في التوقيت ده. وده احنا على فكره احنا خلال السنه دي كلها مصر شهدت اكثر من مؤتمر شباب واكثر من مؤتمر اقتصادي واكثر من مؤتمرات. اعتقد ان احنا مصر المؤتمر الشباب اللي حصل ده ما حصلش في اي دوله تانية، وبقى زي اي مؤتمر شباب عالمي. احنا كلنا لما كنا شبان صغيرين وكنا بنسافر مع البعثات دي في مؤتمر الشباب في وارسو ولا بتاع، فده هيبقى نفس الشيء، وانه يتكرر فده ايضا يعني شيء عظيم جدا بالنسبه لنا اعلاميا، على الاقل نرد على كل السفالات اللي بتتوجه ضد مصر في كل وقت. الاهلي بيكرس دور مصر العربي القومي العربي، يعني مصر في طليعه دايما في طليعه الامه العربيه، فهنا شكل جميل جدا لاخوه عربيه لوحده عربيه. اذا ما لقيناهاش في يعني اذا ما قدرناش حققها في السياسه على مدى سنين طويله فهي موجوده على الاقل في هذا المجال الجميل وهو ملاعب كره القدم او في الرياضه. كلام مهم جدا من الرموز والنجوم الكبار. كابتن عصام منعم تحدث عن ترويج الاهلي في مواجهه قويه جدا زي الاتلتيكو مدريد، كابتن خالد كمان تحدث عن مواجهه الارهاب واللي بيحدث في الشان العربي، وايضا باقي النجوم. يعني شايف تصريحات النجوم ازاي؟ ما زي ما كنت لسه بقول لك، هي فعلا المباراه واخده بعد اكبر من قيمتها الفنيه. هي المباراه فعلا مهرجان ضد الارهاب، مهرجان انك ترجع تاني اسم مصر في الساحه في الكره العالميه. فكره زي ما قلت لك يعني ان احنا بقالنا فتره طويله بنلعب من غير جمهور، ده اكيد مقلله الاسهم بتاعتنا جدا، لكن الحمد لله فكره ان احنا وصلنا كاس عالم السنه دي كله بيتكلم علينا دلوقتي بشكل كويس جدا. الحمد لله اعتقد مباراه زي دي هتبدا برضه تبتدي الطباع ده. اتمنى ان شاء الله منتخب مصر يبقى فيه على الاقل مباراه قبل ما يطلع لكاس العالم هنا في مصر ان شاء الله بجمهور مع منتخب كبير، دي اعتقد هتبقى حاجه كويسه جدا. انا عارف طبعا ان احنا خلاص حطينا الاجنده، لكن لو ختمنا بمباراه في مصر اعتقد كل منتخبات العالم بتعمل كده، بتعمل معسكرات في بلدها. انت حطيت الجمهور، والجمهور يعني حتى لو تذكرنا كده لقاء الاهلي ومونشن جلادباخ الجمهور كان فوق الانوار الاضواء الكاشفه، الجمهور كان في بعض المباريات كان بيبقى فوق على الساعه بالظبط. جمهور النادي الاهلي في وجوده 60,000 متفرج، هل دي اهم رساله بتروح للعالم؟ اكيد مش لا يعني انا عايز اقول لك ان هي رساله للعالم من ناحيه ومهمه جدا طبعا في مهرجان زي ده، ورساله لينا احنا كمان من ناحيه ثانيه. يعني اعتقد مهندس هاني ابو ريده قال ان احنا ان شاء الله من الدور الثاني، اتمنى ان باذن الله مرضي الموضوع يتم فعلا، واعتقد الماتش ده هيبقى مهم في حاجه زي كده. انا بوجه رساله للناس كلها، احنا اهو احنا كنا حاضرين في كل ماتشات دوري ابطال افريقيا ما كانش في اي مشكله، وقاعدين موجودين النهارده 60,000 في الملعب، ماتشات منتخب مصر كلها ما فيش اي مشكله، فان شاء الله باذن الله يبقى رساله ان احنا اللي جاي هيبقى احسن، اللي جاي هيبقى الناس خطوه مهمه لعوده الجمهور بالظبط. لازم نرجع تاني، يعني لازم ان شاء الله زي ما قلت لك كده مع نهايه مشوار تحضيرنا لكاس العالم ونرجع من كاس العالم على ان احنا الدنيا بقى طبيعيه تمام، نرجع الفتره اللي جايه باذن الله عندنا البطولات الافريقيه، عندنا الدوري المصري ان شاء الله، الجمهور يبقى موجود، نرجع الكره الطبيعيه بتاعتنا يعني. وزي ما قلت لك الرساله هتبقى مهمه جدا. كنت بتكلم على ماتش مونشن جلادباخ، احنا الاهلي يعني لعب عشرات الماتشات، مونشن جلادباخ لعب مع برشلونه، لعب مع بايرن ميونخ، لعب مع بايرن ميونخ اعتقد كمان كسبناه 2-1 هنا مره في السبعينات، جلادباخ 2-2، ساوثهامبتون، لعبنا ماتشات كبيره قوي،
وفتره طويله، ويمكن الناس حتى يعني هتفتكر ماتشات ما تفتكرش ماتشات. احنا الاهلي كسب ستيو بوخارست وبطل اوروبا، كان لسه كسبان برشلونه ورحنا كسبناه 3-0 ستيو بوخارست الروماني بالظبط، كان لسه واخد بطوله اوروبا، لسه واخد اللي هي دوري ابطال اوروبا، ابطال اوروبا الاسم القديم يعني ابطال اوروبا. فاحنا لعبنا مع فرق كبيره قوي يعني، وكان ماتشات الناس بتستناها يعني بفارغ الصبر. فان شاء الله يبقى دي بقى زي ما قلت لك بدايه باذن الله، نكمل بقى على كده نرجع تاني ان احنا على الاقل كل سنه يبقى عندنا ماتش من دول باذن الله. ودايما الكبير بيلعب الكبير يعني، الاهلي حينما يواجه بنفيكا فهو ده متصدر في البرتغال، ده متصدر في مصر، نفس الشيء بالنسبه لبايرن ميونخ هو العملاق الالماني. جلادباخ حينما اتى كان هو بطل الدوري الالماني يمكن 3 سنين متتاليه، وكان بيلعب في فيرتي فوجتس اللي درب خد مع المانيا يورو 96 وده بالزبط. امام حضراتكم اجواء لقاء الاهلي وجلادباخ، بصوا الجمهور عامل ازاي، بصوا الجمهور هتلاقوا فيه لقطات الجمهور فوق الاضواء الكاشفه، الجمهور فوق بعضه، كل عايز يتفرج على نجوم النادي الاهلي، كل عايز يتفرج على كابتن صفت عبد الحليم، كابتن محمود الخطيب، كانوا حتى مغيرين عاملين دويتو حتى في الارقام، كابتن خطيب لبس 8 كابتن صفت لبس 10 عشان طبعا كانوا سامعين، هم كانوا لعبوا ماتش قبل كده مع الزمالك وكان كسبه ومونشن جلادباخ، وسالوا عن النادي الاهلي عرفوا ان كابتن محمود الخطيب ده لعيب جامد جدا اللي بيلبس 10. فحصلت كده من مستر كوتي مع اللعيبه ان هم غيروا التيشيرتات، غيروا القمصان، ف كانت مفاجأة بالنسبة لفريق جلادباخ، وكان واحد من الماتشات حتى مع صوت المعلق مع الجماهير، وكانت النتيجة تعادل 2-2، كان كابتن أحمد عبائي أحرز هدف جميل جدا بالرأس، وكابتن أنور سلامة نفس الشيء. كان يعني اللقاءات دي لسه ليها طابع، شو احنا بنتكلم على ماتش من السبعينات 76 77، ولحد دلوقتي لسه فاكرين اكيد طبعا. وبقول لك الحاجات دي انا فاكر وانا لسه في يعني في الاول شويه كده، كان كوينز بارك رينجرز لما جددوا الملعب بتاعهم واختاروا يلعبوا الاهلي في افتتاح ملعب لوفتس رود بعد تجديده، كان كوينز بارك رينجرز والاهلي سنه 88 وتعادلنا 1-1 يمين كابتن ربيع ياسين ولا جاب الجون يمين. فلا انت عندك طبعا اسم كويس جدا. بتتكلم عن المباراه دي، انا طبعا شفتها، كان عندي سنه ساعتها بس يعني شفتها بعد كده، حاجه ممتعه جدا يعني. واحنا حتى لما بنتفرج عليها دي لغايه دلوقتي بنتفرج عليها بمتعه كبيره جدا. على فكره الموضوع اللي قلته يعني بتاع انا هقول لك حاجه بدون مطاعتك يعني، في ماتشات زمان هنا في قناه الاهلي من اكبر الحاجات الممتعه انك تتفرج على تاريخ النادي الاهلي المباريات اللي زي ديت، وتشوف وتعيش الاجواء، تعيش مع المعلق، تروح للسنه، تروح ل 76، تشوف الناس تحب الكره ازاي، شعب مصر فعلا النادي الاهلي دايما هو الكبير اللي بيصنع الفارق. اكيد احنا كمان بقول لك احنا اتربينا على الكلام ده، كنا يوم الجمعه ده خلاص لازم الساعه 3 في ماتش، احنا عارفين احنا بنصلي الجمعه ونبقى قاعدين مستنيين الماتش يا اما بنطلع على الاستاد. وانا عايز اقول لك الاذان العصر بيأذن الاهلي بيجيب جول بيجيب جول بالظبط كده بنرجع الاحتفال. دي كانت من الحاجات اللي يعني برضو ليها يعني ذكريات جميله مع جمهور النادي الاهلي اكيد. وزي ما بقول لك بقى يعني يا رب ان شاء الله تبقى الماتش يوم السبت ده بدايه ان شاء الله ان احنا نرجع تاني نشوف الماتشات دي ونشوف ماتشاتنا عموما. انا لا بجد عارف الواحد مش عارف يشيل عينه من التلفزيون لما شاف اللقطات الماتش ده، فعلا هي بتبقى لقطات ماتشات السبعينات والثمانينات دي كانت حاجه. الجمهور هو الحاجه الاجمل، بص الجمهور ومع فرحه بقى جمهور النادي الاهلي، وهو الاهلي بيجيب هدف وبيجيب الثاني وبتعادل، والفرقه الثانيه ما هي ساكته برده، الفرقه الثانيه فيها نجوم كبار وبتحرز اهداف، وانت يعني برده كان معايا كابتن ماهر همام وكابتن مصطفى يونس تشرفت بوجودهم وكلموا ادي الهدف كابتن احمد عبائي، بص الجمهور عمل ايه بالظبط. ده كان يمكن 76 اعتقد 77 لعبنا مع بايرن ميونخ، نعم. ولعبنا مع اوستريا فيينا كمان 77، اوستريا فيينا النمساوي بالظبط، ده من الانديه برضو اللي كانت متصدره المشهد هناك في النمساوي. كان بص الجمهور في الاستاد حاجه يعني جميله جدا، كانه مش ماتش ودي، كانه ماتش على بطوله يعني، مش مباراه وديه. هو ده النادي الاهلي اللي بنتكلم فيه بالظبط. هل يعني هي دي قيمه النادي الاهلي بالنسبه لك؟ اه طبعا، واكتر من كده كمان. انت احنا الحمد لله تربينا ان النادي الاهلي ده مش نادي بس يعني، احنا ده المكان اللي تربينا فيه، اللي عشنا فيه، اللي من ساعه ما اتولدنا الحمد لله احنا موجودين فيه. انا بروح استاد من سبعينات، ما كان عندي 4 سنين. رحت لقاء من اللقاءات اللي الاهلي لعب فيها يعني فرقه كبيره؟ انا كتير، انا رحت ريال مدريد 2001 ورحت روما هنا اللي في قائمة مصر. احساسك ايه لما شفت زين الدين زيدان في الملعب قدامك؟
كان حاجه طبعا انت بتتكلم بفكره ان فرقه ريال مدريد او ما نزلت حتى قبل المباراه تنزل الملعب عشان تسخن. انا رحت الماتش وانت شايف يعني باخد كده ذكريات انت شايف ريال مدريد شايف زين الدين زيدان وفيجو وروبرتو كارلوس كلهم قدامك كده الناس كانت عارف عندها حاله نشوه كده يعني تتفرج عليهم وهم نازلين الملعب وانت فرحان ان دول هيلعبوا قصادك بعد شويه من بالك بقى لما كسبت كمان يعني من بالك في اخر المباراه وانت احنا طبعا في اول اليوم واحنا رايحين الملعب بنتكلم ان احنا ايه لو خسرنا 3-0 كويس حلو يعني بس يبقى شكلنا حلو في الملعب فلما جينا الاهلي اتقدم وكده لا بقينا بنتكلم ان هو ماتش ودي بقيت ان انت فرحان قوي وعايز الباص يخلص المشهد ده بص بقى المشهد ده ده يبين لك ايه هو النادي الاهلي بالظبط وايه مدى حب النادي الاهلي وعشق جمهور النادي الاهلي للكيان ولنجومه ان هم يشوفوا بص المنظر ده مش هتلاقيه الا عندنا صح. ده مش هتلاقيه الا عندنا مش هتلاقيه الا من جمهور النادي الاهلي الكلام ده لو فاكر حصل في ماتشات الدوري في الثمانينات لما كان الماتشات ما بتتذاعش نعم كان فاكر ان حضرت ماتش مع اهلي وترسانه كان في حوالي 130 الف متفرج في الملعب الناس قاعده فوق بعض وفوق العواميد وما عندهمش ماتش عادي جدا في الدوري يعني مبسوط جدا جدا يعني هو ما عندوش مشكله ايه المهم ان يشوف فرقته وهي بتلعب وبتكسب وبتقدم فكره عوده الجمهور احنا كنا بنعمل يعني انا شخصيا مثلا في المستشفى كنت بعمل جدول على الماتشات نعم. يعني التلات ده لا مش هينفع اخد ماتشات عشان عندنا ماتش النهارده فاحنا عايزين الكلام ده يرجع بقى يا جماعه يعني خلوا الناس اللي طالعه خلوا الولاد الصغيرين اللي طالعين احنا بقى خلاص كبرنا سلمنا الرايه يعني بس خلوا الولاد يتعودوا على ده فكره اليوم الماتش ده مش مجرد انك رايح ماتش ده يوم جميل حدث. جدا ده يوم بالظبط حدث ده يوم بالنسبه لك بتبقى قاعد بتخطط له انت عارف ان الاسبوع ده عندي ماتشين مثلا يوم كذا يوم كذا قاعد بتخطط لهم طول الاسبوع يا رب ان شاء الله يعني برضو ذكرياتنا مع اللقاءات الكبيره اللي هرجع لقصه الاهلي وريال مدريد والاهلي والفرق الكبيره كنا برضو فاكرين ان الاهلي يعني لو عمل ماتش كويس يبقى يعني طلع باحسن نتيجه تعادل كده كنت تلاقي الكبار جوه الاستاد يقول لك لا الاهلي نكسب قدام جلادباخ عمل كذا قدام بنفيكا عمل كذا قدام بايرن ميونخ عمل كذا الاهلي مختلف في يعني حتى لقاءاته على الصعيد العالمي الاهلي هو الاهلي يمكن اخر ماتش انا حضرته ماتش الاهلي وروما برده في العين نعم. برده كانت نفس الفكره ان احنا لما روما تعادل في الدقيقه 90 كانت 3-3 ساعتها كان الناس متضايقه جدا وفضلنا نقول لا طب لسه فاضل 4 دقايق تضيع طب نهجم طب نضغط وفعلا قدرنا نجيب جون في الوقت الضايع رغم انه ماتش ودي بس لا الناس كانت فرحانه قوي والناس زي ما انت قلت كده لا الاهلي بيلعب بغض النظر بيلعب قصاد مين انا عايز العب لاخر ثانيه عايز اثبت نفسي عايز اكسب ايا كان انا بلعب مين ففعلا هو الاهلي علمنا كده يعني الاهلي بيعلم صح مدرسه طبعا. كبيره جدا في طبعا. كل الامور طب عادل اخدك تاني ليه اتلتيكو مدريد ونجومه الكبار لاعب زي دييجو جودين منتخب اورجواي قلب دفاع على اعلى مستوى واحد بيخش كان في التصنيف لافضل مدافعين العالم وده واحد هنلعبه احنا في منتخب مصر في كاس العالم هل ترى ان مشاركته ووجوده ده حاجه كويسه لينا احنا نتعرف عليه اكتر بالظبط انت احنا يمكن عندنا ثلاثه لعيبه ومن اورجواي في اتلتيكو مدريد نعم اثنين في الدفاع جودين وخوسيه ماريا خيمينيز يعني الاثنين سنتر باكس الاساسيه وفي نيكولا اوليفر المهاجم ده صغير في السن بس ممكن طبعا يبقى مولي فرصه ممكن يشارك وارد ان هو يشارك بشكل كبير فجودين طبعا من احسن مدافعين العالم ومش بس بمجرد ان هو مدافع بس لا جودين هداف كمان لو فاكر جول الفوز اورجواي على ايطاليا في كاس العالم اللي فات اللي صعد اورجواي لدور 16 كان جودين هو اللي جابه ده الماتش اللي هو سواريز عض كيليني بالظبط ف طبعا هيبقى فرصه ان احنا لو جودين خد فرصه طول او طويله في المباراه ان احنا نبص نتكلم عليه جودين اكيد برضو واحنا مش محتاجين ان احنا مش لسه هنشوفه اكيد مستر كوبر والناس عارفينه كويس قوي لكن زي ما انت كنت بتقول الاسامي اللي موجوده كلها حاجات كلها اسامي تقيله توائل يعني بالظبط جودين وخيمينيز في الدفاع حتى اللعيبه الصغيرين مثلا زي انخيل كوريا في الهجوم اللعيب الارجنتيني ممتع جدا كيفن جاميرو كمان المهاجم لعيب هداف بالظبط كان في اشبيليه السنه اللي فاتت انا بكرهه طبعا عشان حط جودين في ليفربول في الفاينل بس مش مشكله عندك كده بشكل كبير بس صلاح ما شاء الله شايلكم السنه دي اهو لا صلاح ربنا يكرمه يا رب كده ان شاء الله زي النهارده كده زي دلوقتي يكون بياخد الجايزه يا رب كان في كلام من السنه اللي فاتت ان اتلتيكو مدريد كان عايز صلاح دلوقتي بقى الريال اتلتيكو مدريد فعلا كان مهتم جدا وسيميوني كان مهتم جدا بصلاح هو صلاح انا اتمنى مش عشان هو والله مش محب ليفربول بس انا اتمنى انه ما يمشيش دلوقتي يعني عايزه يكمل السيزون ده ويا ريت سيزون كمان هيستفيد هو اللي هيستفيد وبدل ما هيروح زي ما اتقال دي 60 70 لا هيعدي اكتر من كده لان صلاح عنده القدره على ده صلاح من احسن لعيبه العالم دلوقتي بلا مبالغه يعني واتكلم مع اي حد وشوف الناس اللي بتتكلم عليه فلا هو من اهم لاعبي العالم بلا اي مبالغه دلوقتي فاتمنى انه يكمل السنه دي ان شاء الله في ليفربول زي ما بقول لك يا رب كده زي دلوقتي كده الخميس الجاي ان شاء الله يكون بيستلم الجايزه يا رب باذن الله يكون احسن لاعب في افريقيا يعني
وجود كابتن محمود خطيب وحصوله على هذه الجائزة وأيضا وجود لاعب مصري آخر بتبتدي نرجع مرة تانية الأجواء الأفريقية في يعني كان أبو تريكة كان قريب في فترة من الفترات وما خدش حقه 2008 مليون يعني في المية يعني فكرة أن أديبايور خدها بس لأنه بيلعب في الدوري الإنجليزي لا كانت يعني أنا شايفها ظالمة جدا أبو تريكة 2008 بالذات نعم أنت واخد دوري آسف كأس الأمم الأفريقية مع فرقتك وانت سجل هدف الحاسم في البطولة واخد دوري أبطال أفريقيا مع فريقك وانت من أهم لاعيبة البطولة طب عايزين يعني في ايه تاني ممكن اعمله يعني وفي كاس العالم للانديه كمان كان اعتقد سجل في باتشوكا في الماتش الاولاني فعمل كل حاجه لكن أديبايور بس مجرد انه كان بيلعب في ارسنال ساعتها فاعتقد ابو تريكه اتظلم جدا في 2008 السنه دي ان شاء الله باذن الله يعني انا شايف ان صلاح بنسبه كبيره جدا هو الاقرب وربنا يسهل يا رب يعني ما لم يحدث شيء مش متوقع وان شاء الله مش هيحصل يعني فهو هيكون احسن لاعب في افريقيا تاني مصري بعد كابتن محمود الخطيب طبعا وهيبقى شرف كبير جدا لينا انا عايز اقول لك ان كمان كابتن محمود الخطيب يعني نادي الاهلي خد دوري ابطال افريقيا في 82 ولم يحصل على اللقب وحصل عليه توماس نكونو على الرغم من النادي الاهلي خسر يعني النهائي بس طبعا بالحكم محمد حمصل يعني حسب طب احنا عندنا تقرير مهم جدا على نجم العرب والمنتخب السعودي فهد المولد نذهب ونشاهد ثم نرجع نكمل كلام فهد المولد لاعب فرض نفسه على ساحة الكرة العربية نظرا لما يمتلكه من إمكانيات ومهارات رائعة مكنته من خطف أنظار عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي ولد فهد في 14 سبتمبر 1994 ويلعب لفريق الاتحاد السعودي وعلى الرغم من صغر سنه تقلد المولد شارة القيادة في فريق الاتحاد بفضل تفانيه وإخلاصه وجديته وعمله الدائم على تطوير موهبته يتميز المولد بشخصية قيادية قربته من جميع زملائه في الفريق حتى بات حلقة الوصل بين زملائه اللاعبين والجهازين الفني والإداري ولعب دور البطولة في تأهل المنتخب السعودي لفعاليات كأس العالم 2018 بروسيا عقب إحراز هدف فوز الأخضر على اليابان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال السعودي فهد المولد دمر اليابان دمر اليابان ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور للمحفل العالمي وخاض المولد مع المنتخب السعودي الأول 38 مباراة استطاع تسجيل 12 هدفا وصنع 7 أهداف ومثل فريق الاتحاد بجميع مراحله السنية وكذلك هو الحال للمنتخبات السعودية حيث كان من الأسماء الأساسية في مونديال كولومبيا تحت 20 عام وسجل في النهائيات والتصفيات 4 أهداف ولا يزال المستقبل ينتظر ابن 23 عاما لصناعة تاريخ شخصي يكتب بماء الذهب تاريخي الصراحة لفهد المولد ذهب بالسعودية المملكة العربية السعودية إلى كأس العالم أمام اليابان فاكر هذا الهدف؟ طبعا أكيد الماتش كان مهم جدا للسعودية لأن كان يا إما توصل يا إما تخش بقى الملحق وتخش في مغاياها بالملحق فطبعا هدف تاريخي والسعودية بترجع تاني كأس العالم بعد غياب من 2006 يمكن طبعا كان هدف تاريخي ومهم جدا اهداف الوصول لكاس العالم بالنسبه للمنتخبات العربيه يعني وهنتكلم على مصر هتفضل يعني في الخيال طبعا كابتن حسام حسن
محمد صلاح. محمد صلاح دلوقتي بنتكلم على فهد المولد بيحرز هدف، اعتقد ان الهدف هيفضل معاه طول حياته. اه طبعا اكيد، يعني يمكن لو سالت ناس كتير قوي على احلى لحظه ليهم في 2017 هيقول لك جون صلاح في كونه. نعم يعني اكيد كانت لحظه تاريخيه يعني. فطبعا اه انك توصل كاس عالم دي يعني تشوف انت بتلاقي يعني الارجنتين لما وصل كاس العالم قعدوا يحتفلوا ازاي. شوف الارجنتين اللي بطل عالم مرتين وعندها احسن لعيب في على كوكب الارض يعني. فاحنا اكيد طبعا الاهداف دي بتبقى حاجه عمرك ما تنساها يعني. وفهد من اللعيبه الجميله صراحه يعني، فرود عنده امكانيات خاصه ممتع اهداف بيجيب اجواء يعني. شفنا التقرير صراحه تتفرج على الجول اللي جابه يعني في شبه شويه من جول فان باستن في الاتحاد السوفيتي كده. اه بالظبط، وجون بيركامب في الارجنتين. فلا هو لعيب ممتع وعنده اللمسه الحلوه دي ما شفناهاش. يمكن انا فاكر كان في لعيب اسمه خالد المولد برضو في السعوديه في التسعينات، كان حاجه ممتعه جدا يعني. برضو في واضح ان الاسم ده هو اللي اسم المولد بيولد مهارات، بيولد متعه، بيولد اهداف. هو صراحه من اللعيبه الجميله اللي نستمتع بيها ان شاء الله مع نجوم النادي الاهلي. عادل انا كنت سعيد جدا بوجودك معايا واتكلمنا على حاجات مهمه جدا، شرحنا كل حاجه عن اتلتيكو وان شاء الله تكون معايا على طول. انا اسعد والله محمد ومبسوط ان انا موجود في قناه الاهلي ومبسوط ان موجود معاك طبعا، وان شاء الله كده يا رب دايما في الخير مع بعض يا رب ان شاء الله. طب قبل ما اسيبك برضو مش هقدر انسى ان احنا عندنا مهمه كبيره جدا كنادي اهلي عايزين ناكد عليها لجمهورنا، التواجد بالتشجيع بشكل كويس. عندنا العالم كله هيشاهد. انا برضو عايز استعرض معاك كم الصحف العالميه اللي هتتداول هذا الحدث، يعني من مثلا اسبانيا عندنا ماركا وعندنا صحف تانية هتتكلم، عندنا في انجلترا نفس الشأن، عندنا في ايطاليا، وسائل الاعلام العالميه ممكن تطلع هذا الحدث يبقى على اعلى مستوى. بص زي ما قلت لك، مجرد ان وجود اتلتيكو مدريد في مصر هيعمل كلام كتير جدا في على الاقل تقدير في اسبانيا، وعلى الاقل تقدير في ماركا، لان ماركا انت عارف ماركا مدريد صحيفه مدريديه، فاكيد بتهتم يعني. دايما هتلاقي الكفر عليه خبر لريال مدريد وخبر لاتلتيكو مدريد. فوجود اتلتيكو مدريد في مصر خبر مهم في حد ذاته، وجوده في مباراه زي دي والحدث زي ده او لغرض او هدف زي ده حاجه مهمه في حد ذاتها. اعتقد ان شاء الله وجود الجمهور هيبقى، وانا متاكد 1000000% ان الجمهور هيبقى موجود بشكل محترم جدا. زي ما قلنا برضو حط في دماغك ان ده حدث اكبر بكتير من كونه ماتش فني، لان انت فنيا عندك حاجات اهم، عندك ماتشات رسميه هي الاهم مهما كان انت بتلعب مين. فان شاء الله باذن الله انا متاكد ان شاء الله اليوم هيخرج بشكل جميل جدا، وهيبقى مجرد بدايه ان شاء الله السنين الجايه في فتره الوينتر بريك دي هيبقى عندنا احداث كبيره قوي ان شاء الله. هل تتوقع من جمهور الاهلي دخله جميله؟ هل تتوقع ان هم يعملوا الحدث تصوير الفلاش بتاع الموبايل، الحاجات الجميله اللي بتشوفها من الجمهور؟ هيبقى في احتفاليه بشكل كبير. جمهور الاهلي دايما في اي حته وايا كان الحدث توقع منه حاجه حلوه ان شاء الله، وباذن الله هيعملوا حاجة حلوة في اليوم ده بإذن الله. أنا يعني أنت لما كنت موجود في لقاء روما اتبهرت من جمهور النادي الأهلي؟ طبعا مش عايز أقول لك ساعات قبل المباراة لما كان في أنا فاكر يوم ماتش روما ده كان يوم طيارة مصر طيران اللي هي كانت جاية من فرنسا وقعت. فكان في دقيقة إحداد قبل المباراة وفي وسطيها كده واحد راح طالع قايل تحيا مصر في وسط الناس، فالناس عارف اللي هو أشعرت كده يعني. في وسط المباراه نفسها كمان انت بتتكلم، بقول لك انت بتلعب ماتش ودي مع روما كانك بتلعب نهائي دوري ابطال افريقيا يعني. مع فاكر جول مؤمن زكريا الحلو قوي اللي حطه في اخر الشوط الاولاني، الصوت بتاع الجمهور في الملعب كان حاجه ممتعه جدا. الناس نفسهم حتى في نادي العين ملعب هزاع كان بيقول لك ان احنا ما يعني ما شفناش الكلام ده لما العين وصل لنهائي دوري ابطال اسيا، انتوا اللي بتعملوه احلى من اللي بيحصل في الماتشات الرسميه عندنا. فزي ما بقول لك جمهور الاهلي ما بص عمر رهنك عليه ما هيخسر يعني حتى وان كنت بره مصر. حتى لو كنت بره مصر. حتى وان كنت بره مصر جمهور الاهلي يصنع فارق للعيبه، للشكل، للحماس، لكل شيء يحدث. انا بقول لك بص الاهلاويه بجد رهنك عليهم عمره ما هيخسر في يوم من الايام في اي حاجه. طب هل لقاء اتلتيكو مدريد ممكن يبقى فرصه للعيبه زي مثلا احمد حمدي، اللعيبه الصغيرين ان هو يثبت نفسه ويثبت وجوده؟ اتمنى طبعا، اتمنى ان شاء الله ان هم ياخدوا الفرصه الاول. احمد حمدي لعيب ممتاز جدا وان شاء الله هيبقى له دور الفتره الجايه. اتمنى اشوف اكرم توفيق، اتمنى اشوف عمرو بركات، اتمنى اشوف مروان بقى ان شاء الله باذن الله. اعتقد ان هو هيبقى جاهز وممكن يبقى ليه فرصه في ماتش زي ده. مروان لعيب محترم جدا جدا جدا، ويمكن الاصابه بعدته لكن هو قادر انه يرجع ان شاء الله بشكل كويس قوي، وان شاء الله قادر كمان انه يكون موجود في روسيا في كاس العالم مع المنتخب، وقبلها يكون طبعا في قياده هجوم الاهلي. اتمنى ان شاء الله برضه اشوف عماد متعب باذن الله. لا يعني لو كان له نصيب ان هو مش هيبقى موجود معاه الفتره الجايه يبقى دي احسن فرصه ان يودع جمهوره فيها باذن الله. عماد متعب رمز كبير وهيفضل رمز كبير قوي، كفايه هو عماد متعب وهيفضل عماد متعب مدى الحياه يعني. بالظبط متعب بلس 90. وان شاء الله اتمنى اليوم يخرج بشكل يليق بالنادي الاهلي وباتلتيكو مدريد وبالمهرجان كله باذن الله. اشكرك عادل، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم معنا في اللقاء ان شاء الله. مشاهدينا اسيب حضراتكم مع
التقرير لنجوم الاهلي القدامى، كابتن شوقي عبد الشافي، كابتن مدحت رمضان، كابتن عادل طعيمه، ودي من ابرز نجوم النادي الاهلي ورموزه. ثم نطلع فاصل واستقبل احمد جوال الشهير باحمد بلال، واحد من اهم هدافي النادي الاهلي والكره المصريه. فاصل قصير، اوعى تروح بعيد عشان النادي الاهلي حديد. دايما النادي الاهلي معودنا على زي ما انت قلت الوطنيه والعروبه فطبعا الاحسن ان يكون في مجموعه من اللاعبين، هي لها جوانب فنيه طبعا ان مش هتلاعب كل اللعيبه لعيبه النادي الاهلي اللي هيكون عندهم ماتش قبلها بيوم او بيوم تقريبا، فبالتالي هتساعد في نواحي فنيه ووجود العرب، تكاتف العرب برضه، هي المسج واحد، السلام ضد الارهاب. او النجوم الكبيره دي بتخدم جايه لاداء هذه الخدمه. طبعا واضح جدا من الماتش ومن من الفرقه الكبيره اللي جايه انه النجوم دي هتسري اللقاء، وان شاء الله يجي جماهير كتيره جدا، ويبقى الايرادات زي ما قال النادي الاهلي انه كل الايرادات هتبقى موجوده لصالح البلد. الفكره برضو ان هو يبقى فيه اجماع، يعني هو اللعيبه احنا ما بنلعبش النادي الاهلي بس، لا ده احنا في يونت اللي هي العرب كلها بتلعب في المباراه دي، فطبعا المغزى من وراها ان احنا العرب كلنا اخوه مع بعض، وفي نفس الوقت كل العرب بيساهموا معانا ومعانا في اللحظه التاريخيه دي، لحظه تاريخيه انا بعتبرها، وماتش اتلتيكو مدريد ده يبقى يعني المغزى من وراه هيبقى ليه ابعاد اخرى جدا، وهيبقى برضه مدعاه لكل الناس انها تشوف مصر على حقيقتها، مصر الخير، مصر الامان، مصر السلام. ان شاء الله يبقى ماتش مباراه كويسه، والجماهير كلها ان شاء الله هتبقى متواجده، الاستاد كله هيبقى مليان ان شاء الله. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا وفقراتنا، ولكن في هذه الفقره بستقبل واحد من كبار الهدافين، كابتن مصر والنادي الاهلي احمد اجوال الشهير بالكابتن احمد بلال. مساء الخير. مساء الفل يا ابو حميد، ازيك؟ ومسي عليك ومسي على جمهورك طبعا، يعني مبروك للناس اللي موجوده لتولت المهمه الجديده، المهمه الثقيله يعني، ان شاء الله يعني يكونوا قدها كلهم باذن الله تعالى، وان شاء الله يعني دايما وابدا قناه الاهلي دايما تسعد كل الاهليه في كل مكان باذن الله. ان شاء الله قناتك وبيتك يا كابتن بلال. خليك يا رب. كابتن بلال واحد من النجوم جمهور النادي الاهلي كله بيحبها، وبدايه بدايه تالق، يمكن لم تشارك في لقاء ريال مدريد لكن لعبت روما، لعبت العديد من المباريات الوديه مع النادي الاهلي، كان ليها طابع اكيد وذكريات معاك. اكيد طبعا، يعني مباراه مدريد انا كنت موجود في الاستاد، يعني انا رحت بس ما لعبتش، ما شاركتش في المباراه دي، كنت لسه يعني راجع من فرانكفون، ومستر مانو ما عرفنيش كويس، وكان في شويه خلافات قبليها مع المدير الفني اللي قبليه، كنا كلنا طبعا حدث بالنسبه لنا كان جديد وكبير بالنسبه لكل اللعيبه، ريال مدريد وكان بكامل نجوم، وزين الدين زيدان وبورتو كارلوس وراؤول جونزاليز وهيرو فيجو، كل اللعيبه تقريبا كانت وبيكهام تقريبا كان موجود، كل اللعيبه كانت موجوده، فكان حدث كبير جدا بالنسبه لنا احنا، لعيبه كانت رايحه يعني تتبسط، عارف، رايحين كده الملعب رايحين نتفرج على النجوم، مش نتفرج عليهم يعني، لا رايحين نشوف النجوم اللي كان افضل لعيبه في اوروبا كلها، افضل لعيبه في كاس العالم، زين الدين زيدان ولويس فيجو كان احسن لعيب في العالم، وبيكهام وروبرتو، يعني اتفرج على اساطير كره القدم يعني من وجهه نظرنا يعني. رحت الحقيقه الاستاد مع زمايلي لكني ما شاركتش، ما كانش ليا الحظ ان اكون موجود، والحقيقه فوجئت بالاداء الرائع جدا بتاع الفرقه بتاعتي. اللعيبه في الملعب مش متخيل انت برضو روح مش عايز اقول روح الفانيلا الحمراء بقى زي ما كل مره بنعتاد، لكن عايز اقول روح النادي الاهلي فعلا حقيقي.
لعيبه زمايلي في الملعب بعد ما نزل الماتش. طبعا ريال مدريد في الاول بيهاجم وكلنا كنا قلقانين وخايفين واحنا قاعدين بره بنقول هنتغلب 5-6 والارقام الفلكيه اللي احنا انت بتلعب برضو افضل فريق في العالم وافضل نجوم السوبر ستارز بتوع العالم كلهم. عيب بعد ما عدى الشوط الاول وانا قاعد بره فكنت قاعد مع اصحابي فقلت لهم ان احنا الاهلي هيكسب النهارده احنا هنكسب. لا 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 ازاي الاهلي هيكسب؟ قلتوا يا جماعه لا النهارده الاهلي هيكسب احنا هنكسب النهارده. وقد كان الحمد لله ان احنا كسبنا طبعا يعني وكانت حدث اتكلم عنه كل الصحف العالميه واتكلمت عنه كل المواقع وكل الناس اتكلمت ان النادي الاهلي المصري يعني بيكسب ريال مدريد في مباراه يمكن كانت استثنائيه للعيبه زمايلي في الملعب. طب وبالنسبه للقاء روما نفس الشان انت بتلعب روما كان بطل الدوري الايطالي وكان في باتيستوتا وكان في حتى جراديولا طبعا تاريخي لبرشلونه ولمانشستر سيتي الان واللي حادث طفره في العالم كمان تشوف لاعب توتي وهو في قمه توهجه وده كان برضو حدث كبير وحدث مهم. طبعا بص احنا يعني الحمد لله يمكن اعتدنا في النادي الاهلي ان اي مباراه بناخدها يعني احنا الاهلي هو بطل الاهلي كبير طول عمره الاهلي بامجاده ببطولاته بانجازاته الاهلي كبير بتلعب مع اي نادي بتلعب حتى وان خسرت احنا يعني في مباريات خسرناها قبل كده بعد كده لكن وانت بتخسر برضو لازم تثبت ان انت لعيب النادي الاهلي لازم تثبت ان انت برضو الاكبر ان انت مش اقل من اي حد. كلامك مع زمايلك كنت نازل ارض الملعب في لقاء روما وجمهور كبير في ملعب استاد القاهره امام نجوم كبار زي اللي احنا اتكلمنا عنه باتيستوتا وتوتي كان كلامكم ايه؟ بص احنا طبعا ريال مدريد ادتنا حافز كبير قوي كان ماتش ريال مدريد طبعا كان قبلها بسنتين او بسنه تقريبا ادانا كان مدينا حافز كبير قوي ان احنا ممكن نكسب او ممكن يكون لنا تواجد كبير في الملعب. طبعا احنا نزلنا كان قبليها برضو كان بيتقال ان روما مش هيلعب بكل النجوم بتوعه لا روما هيريح بعض اللعيبه ولكن احنا فوجئنا في الملعب طبعا بكل اللعيبه الفول تيم كلهم بيلعبوا كل النجوم موجوده على راسهم توتي طبعا يعني نزلنا احنا الماتش يعني احنا بنتكلم مع بعض في غرفه خلع الملابس عارف انت ساعات بتضحك وساعات بتهزر وساعات بتاخد الموضوع بجد يعني بعض اللعيبه يا جماعه مش عايزين نغلب النهارده بنتيجه كبيره بعض اللعيبه لا هنكسب لكن كان موجود حقيقه كان موجود كابتن هادي خشبه كان موجود معانا كان هو كابتن كابتن التيم كابتن الفريق كابتن هادي قال يا جماعه النادي الاهلي مش اصغر من روما احنا قبل كده كسبنا ريال مدريد نقدر النهارده نكسب روما احنا بننزل عشان نكسب بس لو اتغلبنا بيبقى له عامل مؤثر كابتن طبعا بص اي كلام ايجابي قبل المباراه اي كلام تحفيزي قبل المباراه بيبقى له عامل بيبقى عامل ايجابي بشكل كبير جدا يعني انت النهارده لما تنزل الملعب واحد بيقول لك انت النهارده كده كده خسران وانت بتلعب فريق كبير وانت مش هتبقى قد الفريق ده لو انت ما عندكش الروح لو انت ما عندكش الشخصيه القويه اللي تقدر من خلالها تعكس الكلام ده من مردود سلبي لمردود ايجابي هيبان نتيجته في الملعب لما يكون موجود عندك لعيب زي مثلا زي هادي خشبه لعيب زي وليد صلاح الدين لعيب زي ياسر عيان اللعيبه الكبيره اللي ياسر رضوان كان موجود معانا في الموسم ده ومحمد عماره برده كان موجودين اللعيبه الكبيره سيد عبد الحفيظ طبعا وسيد عبد الحفيظ كان موجود يعني اسماء كبيره طبعا مش عايز انسى حد يعني لما تبقى موجودين معاك في الملعب ويدوك الحافز ان انت زيك زي اللعيبه اللي موجوده في الملعب الفروقات فروقات الدوريات وفروقات الامكانيات دي مش موجوده انت كلاعب تقدر ان انت يعني تضيع كل الفوارق دي بامكانياتك وجهدك وعرقك والروح بتاعتك لا ممكن تنزل الملعب وتادي واحنا نزلنا الملعب وادينا بشكل كويس قوي وتالقنا وتفوقنا الحمد لله فاكر فاكر على فكره انا قعدت اسبوع تقريبا بتمرن على الحته دي يعني اسبوع تقريبا مع بوفرير بتمرن على اللعبه دي انك تعدي من ناحيه شمال تقطم وتشوط في الزاويه البعيده عملتها طبعا بس كان هو ايفيلينو كان له الحظ هو لها. برضو كان حظه يعني ده اللقاء اقول مع مشاهدينا ابراهيم سعيد كان سجل الهدف كان سجل هدف الاهداف بس جمهور النادي الاهلي برضو بيصنع الفارق يا كابتن طبعا ده الكوبري بتاع جراديولا لحسام غالي طبعا لحد دلوقتي لسه فاكرينه له ده جول بتاع ايفيلين ده جول بتاع ايفيلين هو ايفيلين والصندية الحقيقه سجله في روما وفي مدريد والاثنين مشوا بعد هو كان سجل في روما وسجل في الاسماعيلي وسجل في الاسماعيلي سجل في روما وسجل في سجل وسجل في الاسماعيلي بس ميزه الجون دوت الكوبري الاولاني اللي حسام غالي اداله طبعا 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 انت يعني في الملعب كنت انا قعدت اضحك بصراحه لا انا قعدت اضحك لا مش هو اديك حتى طبعا. رد فعل جراديولا في اللعبه يعني يبين لك ان الكوبري مدروس بالظبط لا هو كمان بص يعني لو جبتها من الاول تاني هتلاقي بص حتى يعني المكسوف يعني طبعا لعيب يعني كبير طبعا منتخب اسبانيا وبرشلونه برشلونه ومنتخب اسبانيا ولعيب دولي لعيب كبير جدا طبعا ودلوقتي من افضل المدربين في العالم طبعا لما يكون افضلهم طبعا على الاطلاق يعني حسام غالي مهاره عاليه قوي ده بس عارف يحسسك ان انت برضو انت كنادي اهلي او لعيب بتاع النادي الاهلي
ما عندوش مشكله يلعب اي فرقه في العالم، يعني طالما عنده ثقه في نفسه. حسام غالي من الكردي عنده ثقه في نفسه طبعا، عنده ثقه في امكانياته، مردود ان هو بيلعب برضه في النادي الاهلي، وان النادي الاهلي الكبير، ويعني هو النادي الاهلي مش كبير اكيد، مش هلاعب، مش هجيب روما يلعب معايا، نعم. مش هجيب ريال مدريد يلعب معايا، مش هجيب الفرق برشلونه يلعب معايا، ده دليل عشان كبير، عشان كده الفرق كلها بتيجي تلعب معانا، او احنا بنلعب مع الفرق الكبيره دي كلها، يعني الانديه الصغيره ما تلعبش غير مع الانديه الصغيره. حسام كان سنه صغير حتى في حسام 2003 كان عنده 22 سنه، 22 سنه، انا كان عندي 23 وحسام كان عنده 22، اكبر من حسام بسنه تقريبا. بس عايز اقول لك نفس الفرقه، احنا نفس الفرقه، هو كان بيلعب معايا كمان في الناشئين، حسام قبل ما يصعد، ما كانش فيه انا كان جيلي برده ما كانش فيه، فكنا بنلعب مع 81 مظبوط. عايز اقول لك الجمهور حاجه غير عاديه، وده المعتاد او ده المعروف عن جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يعني المباراه دي يمكن جمهور كان موجود في الملعب، جمهور بره الاستاد بيشجع، وبرده كانت ريال مدريد الجمهور في الاستاد مكتمل، الجمهور بره الاستاد جمهور النادي حاجه تفرح، وتشجيعهم للعيبه ومؤازرتهم، عارف انت بتلعب روما وبينادوك عشان تكسب، يعني عارف يعني برده النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي واحساسه بالمكسب، انه عايز النادي الاهلي يكسب حتى بيلعب مين، هو احساس انه هو عايز النادي الاهلي يكسب في اي مكان، حتى لو بتلعب احسن فريق في العالم او احسن فريق في الدنيا، برضه هم شايفين النادي الاهلي هو النادي الافضل في العالم. طب كابتن بلال، حسام غالي وشخصيته، وشخصيه حسام غالي غير مهارته العاليه بيصنع لك لاعب كبير، لاعب ذو ثقل، هل يعني برضه ده بيبقى ليه دور؟ طب النادي الاهلي هيلاعب الاتلتيكو وفي دعوه لحسام غالي وهيجي ويشارك، واعتقد ان هو مش هيبقى بعيد عن الفرقه، يعني هو كان كابتن الفرقه لفتره قريبه طبعًا. هل طبعًا. شايف ان شخصيه حسام غالي بتفرق في اللقاءات المهمه اللي زي دي؟ شوف حسام غالي انا لعبت معاه كتير جدا، حسام غالي من افضل الناس اللي بتصنع الاهداف، يعني هو دايما هو عنده المتعه في صناعه الاهداف، يعني يمكن هو لعب معايا في الناشئين وبعدين صعد برضه معايا بعديها للدرجه الاولى، عنده شخصيه قياديه في الملعب، هو عنده شخصيه النادي الاهلي، يعني بص في لعيبه مهما ممكن تبقى عندها المهارات وممكن يبقى عندها الامكانيات العاليه جدا، لكن ما عندوش شخصيه النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي قائد في الملعب، شخصيه بتلعب على بطوله، ما عندوش حته ان هو ماتش وماتش بلعب ماتش حلو وماتش وماتش وحش، الشخصيه الموديه ان انا نفسي وبس، لا الكلام ده مش موجود في لعيبه كمان شخص، يعني لعيبه بالذات اللعيبه اللي طلعت من النادي الاهلي، اللعيبه اللي اتربت في النادي الاهلي عندها شخصيه، هي دي شخصيه النادي الاهلي، يعني الاربع خمس حاجات اللي انا قلتهم دول بيميزوا برضه بيميزوا كل لعيبه النادي الاهلي اللي طلعوا الاجيال اللي اتربت جوه النادي الاهلي في ناشئين النادي الاهلي ثم صعدوا الفريق. حسام غالي من الشخصيات اللي بتمتاز بالقياده، عنده فنيات عاليه جدا، واثق في نفسه بشكل كبير جدا، وجوده طبعا النهارده في ان شاء الله وجوده يوم السبت اللي جاي باذن الله في مباراه اتلتيكو، اعتقد انه يدي ثقه لكل اللعيبه، وان كنت اتمنى يعني المباراه تبقى يعني يشارك فيها لعيبه كتير جدا من النادي الاهلي الموجودين حاليا، ولكن طبعا الدعوه دي حاجه دعوه جيده جدا لكل الناس، طبعا النادي الاهلي يعني معروف ان هو له يعني بيساند البلد في كل الاشياء سياسيا واقتصاديا، بيساند البلد في كل حاجه، ودي حاجه معروفه على عن النادي الاهلي، فكون ان هو ينظم مباراه بهذا الشكل يعني ويخصص العائد بتاعها طبعا لشهدائنا، يعني ربنا يتولاهم برحمته، دي حاجه يعني محترمه جدا وشيء يعني عظيم جدا من النادي الاهلي طبعا وكل المساندين. هل كابتن بلال الدعوه من اجل السلام، واحنا في اوقات محتاجه هذه الدعوه، محتاجه هذه الخطوه، ولكن النادي الاهلي مختلف، حتى دعوته بتبقى مختلفه، بيصنع حدث على المستوى، هل شايف ان ده بيؤدي دور مجتمعي مهم بالنسبه للنادي الاهلي؟ طبعا النادي الاهلي في كل حدث تلاقيه موجود، يعني دايما اتعودنا واحنا اتربينا على كده، النادي الاهلي زي ما قلت لك ان هو بيساند البلد في كل شيء، يعني النادي الاهلي بجمهوره، النادي الاهلي يمتلك يمكن 60 70 مليون مشجع اهلاوي، يعني هم 3 ارباع مصر يعني تمام، او اكتر من كده في العالم بقى العربي، لما انا بتكلم على مصر يعني، فطبعا لما يكون النادي الاهلي يمتلك هذا الجمهور الكبير المؤثر بشكل كبير جدا في بلد كبيره وعريقه زي مصر، اعتقد يبقى النادي الاهلي لازم يكون له دور كبير جدا، وده اللي اعتدنا عليه وده اللي اتربينا عليه من النادي الاهلي، دعوه زي كده بندعو فيها كل يعني كل الـ 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 الاطياف وكل النجوم من كل الدول العربيه الصديقه، يعني سواء اذا كان من السعوديه او من الكويت او من الامارات او من كل الدول يعني. طب انت شايف مشاركتهم ازاي؟ هل توحد العرب اكثر؟ طبعا اكيد اكيد، انا بتمنى اصلا كل المباريات تكون على هذا النهج،
يعني بتمنى كل المباريات الثقيله الكبيره تعرف فريق زي اتلتيكو مدريد اكيد الصحف العالميه تتكلم على الاقل يعني الصحف الاسبانيه هتتكلم عن المباراه بشكل كبير وجود اتلتيكو في مدريد في مصر لعب النادي الاهلي هتلاقي دلوقتي الماركه الاسبانيه بتتكلم عن اتلتيكو ونجوم اتلتيكو مدريد وجودهم في مصر وعن الحدث واهميه الحدث وقيمه الحدث وان ازاي النادي الاهلي بيعمل حدث زي كده عشان يدعو فريق كبير جدا طبعا زي اتلتيكو مدريد ان هو يجي مصر وتكون العوائد او الفوائد لصالح طبعا شهدائنا يعني ربنا يرحمهم ويكون موجود في يعني قامات كبيره جدا من اللعيبه العرب اعتقد ان ده شيء مؤثر بشكل كبير جدا واتمنى ان الكلام ده يدوم يعني اتمنى الكلام ده يدوم يبقى في يعني نجوم عربيه تشاركنا دايما ان شاء الله في الاحداث بتاعتنا باذن الله. كنت بتستمتع يا كابتن وانت بتشوف النجوم الكبار وانت بتلعب قدامهم بيدي لك متعه شخصيه؟ طبعا طبعا يعني ما تلعب قدام واحد زي توتي مثلا تلعب واحد زي ميسي رونالدينيو اللعيبه الكبيره اللعيبه الثقيله دي وتتفرج عليهم وهم بيلعبوا قدامك كمان يعني انا كنت بستمتع عامه في الملعب لما كان بيلعب معايا وليد صلاح الدين مع ابو تريكه كنت بستمتع يعني وانا زميلهم طبعا يعني بستمتع باللمسات الجميله الحاجات الحلوه تمام لما بتلعب امام كمان يعني سوبر ستارز يعني بتوع العالم يعني فاكيد اكيد هتستمتع طبعا يعني النجوم العرب مثلا واحد زي احمد خليل واحد زي عمور اسماعيل مطر لما يشاركوا مع النادي الاهلي امام اتلتيكو مدريد ونجوم هيبقى في متعه بالنسبه لهم طبعا اكيد اكيد ليهم ولينا احنا على فكره كمان يعني ليهم كلعيبه طبعا لما يلعبوا ويبقى في مزيج من المهارات العاليه داخل الملعب سواء اذا كان من اللعيبه العرب او من لعيبه اتلتيكو مدريد او من لعيبه النادي الاهلي نفسهم زي حسام غالي مثلا يكون موجود ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله في الملعب باذن الله تعالى اكيد كلهم هيستمتعوا يعني دايما احنا المباريات اللي زي دي تكون المتعه والاثاره اكتر الجمهور بيستمتع طبعا اللعيبه في الملعب بتستمتع احنا كلنا قاعدين بنستمتع تمام مباراه زي كده اتمنى يا رب ان شاء الله فيها يعني الجو يعني يطلع والصوره تطلع زي ما عايزها النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. طيب احنا هنشوف تقرير عن نجم منتخب الامارات ولاعب الجزيره الاماراتي احمد خليل ونرجع ونسمع كواليس كابتن احمد بلال امام مواجهه النجوم. خليل موهبة إماراتية مميزة حصل على لقب أفضل لاعب في آسيا عام 2015 وينتظر المشاركة في ودية فريق أتلتيكو مدريد. الكورة من ماركو فان باستن للعرب يمشي الفان خليل خليل خليل. ولد خليل في 8 يونيو عام 1991 بالشارقة ويلعب حاليا في صفوف فريق الجزيرة الإماراتي ويستحق أن يطلق على ما حققه أحمد خليل في عام 2015 بالمعجزة ويعتبر أحمد خليل من اللاعبين أصحاب الإنجازات الكبيرة سواء على المستوى الشخصي أو مع المنتخبات الوطنية والأندية. بدأ خليل مسيرته مع الأهلي الإماراتي قادما إلى الفئات السنية التي انضم إليها في عام 2001 واستمر فيها حتى عام 2006 والذي شهد انضمامه للفريق الأول. وفاز خليل بأول بطولة له في موسم 2007 مع الأهلي وهي كأس الإمارات وحصل على لقب الهداف بأربعة أهداف. وفي 2008 فاز مع الأهلي بكأس السوبر وبأول دور للمحترفين 2008-2009. خليل 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 والكورة في الجول عالمي عالمي ويسجل أحلى أقل كورة. مسيرة خليل مع المنتخب الإماراتي حافلة بالإنجازات حيث فاز في عام 2006 بكأس الخليج للناشئين 2006 كما فاز مع منتخب الإمارات تحت 20 سنة بكأس آسيا للشباب 2008 واختير أفضل لاعب في البطولة والهداف برصيد أربعة أهداف. وفي عام 2009 قاد أحمد خليل منتخب الإمارات تحت 20 عاما إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2009 وسجل هدفين في البطولة واختير للمرة الثانية على التوالي من قبل الأهرام كأفضل لاعب عربي صاعد والوصيف
لجائزة أفضل لاعب آسيوي شاب. عالمي عالمي ماسكو بمباسط للعرب يمشي الفعل. خليل خليل خليل. واحد من النجوم للمنتخب الاماراتي، واحد من الفراوده المؤثرين، وكنا نتمنى مشاركته في هذا اللقاء، ولكن زي ما حضراتكم عرفتوا هو مشارك مع المنتخب الاماراتي في بطوله خليجي 23 الان المقامه بالكويت. النجوم الاماراتيين اسماعيل مطر واحمد خليل، لعيبه حريفه، لعيبه كويسه. طبعا اسماعيل مطر من اللعيبه اللي عندها يعني مهارات عاليه قوي، يعني انا الحقيقه يعني من اللعيبه اللي بتعجبني، ادائهم بيعجبني جدا. يعني احيانا بيبقى عندك لعيب هو اللي يعمل لك الفارق او نقطه التحول في اي مباراه. اسماعيل مطر حقيقة من اللعيبه المتميزه في الحته دي، عنده سرعه، عنده لياقه بدنيه عاليه، لعيب مهاري جدا، بيقدر يسجل اهداف، كذلك طبعا الهداف احمد خليل طبعا، يعني من اللعيبه الثقيله او من الفراوده اللي انا بحبهم الاقويه، انا دايما احب الفرد القوي. اللي يقدر يجيب جول من اي مكان، اللي يقدر يبقى محطه بالنسبه لفرقته. واحمد عنده الحته دي كويس قوي، يعني بيقدر يسجل اهداف من اي مكان، ودي ميزه خد بالك، يعني مش اي فرود يقدر يسجل جول من اي مكان، مش اي فرود يقدر يسجل من اي فرصه. في فراوده لازم يعني تبقى فرصه يعني فرصة حقيقيه عشان يسجل منها هدف، في فرود يعني يسجل لازم يعني بيصنع لنفسه الفرصه يخلص. او زي ما احنا اتعودنا او بنقول ان هو بيسجل من انصاف الفرص، واحمد خليل الحقيقه من اللعيبه اللي تقدر تسجل من انصاف الفرص. ده اكيد واحد من النجوم الكبار في الكره الاماراتيه ونادي الجزيره الاماراتيه. احنا هناخد كده اخبار سريعه. النادي المصري كسب طنطا 6-3، لقاء كبير جدا مليء بالاهداف، 9 اهداف في مباراه واحده، ودي ما بنشوفهاش كتير حتى في الدوري يا كابتن بلال، يعني 6-3 كتير جدا. صعب. انا فوجئت على فكره بالنتيجه 6-3، دي نتيجه كبيره جدا، يعني تقريبا كل 10 لا حتى كان مش كل 10 دقايق جول، يعني كل 5 دقايق تقريبا بيسجلوا هدف، 9 اهداف في مباراه كبيره جدا في الدوري المصري. ده معناه ان المباراه كانت يعني جيم مفتوح، كابتن حسام حسن وكابتن اسامه عرابي، جيم مفتوح. طنطا فريق كويس بيلعب كوره كويسه، المصري فريق محترم، يعني لها كل التقدير طبعا والاحترام. المباراه اعتقد ان هي كانت مباراه مفتوحه يعني على مصراعيها، ان يتسجل فيها 9 اهداف في 90 دقيقه، يعني تقريبا كل 10 دقايق جول، فاعتقد كانت مباراه ممتعه جدا يعني. بالتاكيد هي مباراه ممتعه. طب خلينا ناخد مع حضراتكم برضو بعض الاخبار الرياضات الاخرى من النادي الاهلي. الاهلي بيعلن تشكيل لجان بطولتي افريقيا للطائره، كره الطائره. اعلنت اللجنه العليا المنظمه لبطولتي افريقيا للكره الطائره رجال وسيدات بالنادي الاهلي برئاسه الاستاذ محمد الجرحي ومجلس اداره النادي الاهلي عن تشكيل اللجان الخاصه بالبطولتين، حيث يقوم النادي بتنظيم بطوله افريقيا للسيدات خلال فتره من 5 وحتى 15 مارس القادم، بطوله افريقيا للرجال من خلال فتره من 25 مارس القادم وحتى 6 ابريل. وكابتن عاصم السعداني مدير البطوله، واشرف الفار وشريف ابو العينين نائبين لمدير البطولة. ايضا النادي الاهلي بيرصد مكافاه ماليه للفائز بافضل شعار لبطوله افريقيا للطائره، يعني صراحه دي حاجه جميله جدا وبدره جميله من اللجنه العليا المنظمه بطوله افريقيا رجال وسيدات، بيرصد مكافاه ماليه وعمل مسابقه ان مين اللي هيصمم افضل شعار لهذه البطوله، ودي حاجه بتشجع على الابداع كابتن بلال، يعني برضو في تشجيع للناس انها تبتكر وتبدع في شعار بطوله النادي الاهلي بينظمها، ده حاجه جميله. اكيد طبعا، يعني دايما مشاركه الناس او مشاركه الجمهور ده شيء واجب. انت دايما مش يعني كل الحاجات المحصوره على الناس على القائمين في الاعمال، يعني دايما في اوروبا مثلا لما تحب تيجي تشتري لعيب بتعمل استفتاء للجمهور، مع ان ممكن راي الجمهور ما يكونش يعني مؤثر او الاصوب او ممكن ما يكونش الراي الصحيح بالنسبه له، لكن انت بتحاول تشارك جمهورك وبتحاول تشارك الناس في صناعه القرار، حتى ولو كنت مش هتاخد، يعني ممكن ما كنتش ممكن النادي الاهلي مثلا يعمل استفتاء على لعيب بيشتريه او يعمل تصويت على لعيب بيشتريه للجمهور، بس كده ممكن نادي ثاني يا كابتن ما اقصدش خلاص، يعني خلاص انت طالما حددت القيمه او بتتكلم يا جماعه والله عندي 1 2 3 4 عندي 3 لعيبه عايز نعمل استفتاء وتصويت على اللعيبه اللي موجوده دي، ممكن يكون راي الجمهور مش الاصوب بالنسبه لك او مش الراي الفني اللي ممكن تاخد بيه، ولكن مشاركه الناس او مشاركه الجمهور اعتقد عامل ايجابي ومهم جدا جدا، يخلي دايما يبقى في تواصل ما بين الجمهور وما بين اداره الانديه، وده شيء جيد جدا. الفكره ان مين يبتدع الشعار الجيد بالنسبه للبطوله دي حاجه مشاركه للناس، مشاركه جيده جدا تحسب طبعا للناس القائمين او المسؤولين، حاجه تخلي الناس دايما مشاركه
في القرار حاجه تخلي الناس تحس ان عنده ان دايما ان هو كمان بيشارك في القرارات اللي بتتاخد. نعم. وده شيء ايجابي مش شيء سلبي يعني. يعني مش دايما الناس بس بتروح تشجع وتقول كويس وهايل ومبروك، لا تخلي انك كون انك تخلي الناس تشارك في قرار ده شيء ايجابي جدا يعني. طيب ونروح لاخبار فريق كره بالنادي الاهلي اللي ادى مران خفيف على ملعب الفرع ببرج العرب استعدادا لمواجهه بتروجيت بكره ان شاء الله في الجوله 16 في الدوري الممتاز. فريق كره القدم بالنادي الاهلي خاض مران خفيف اليوم الخميس على ملعب الفرع بسد برج العرب استعدادا لمواجهه بتروجيت غدا في منافسه الاسبوع 16 زي ما قلت لحضراتكم، وشارك فيه جميع اللاعبين المنضمين الى قائمه المباراه. أدوا تدريبات خفيفة اعتمد فيها كابتن حسام بدري على تدريبات الكرة لأنه بيعمل فك عضلاته، بيعمل حاجة زي الريجينريشن ويفك الاستشفاء، ده أهم حاجة في كرة القدم. النادي الأهلي صراحة يعني مجبر إنه بيلعب كل ثلاث أيام ودي حاجة صعبة جدا جدا على أي جهاز فني. استغرق المران ساعة واحدة، النادي يعني كابتن حسام بدري ده آخر تمرين قبل المباراة بيبقى فيه جوانب فنية دقيقة وبعض التمرينات لفك والاستشفاء وأيضا الكرة الثابتة. النادي الأهلي يا كابتن بلال مواجهة قوية أمام بتروجيت، أحد أبناء النادي الأهلي كابتن محمد يوسف من الناس اللي عاملة هوية لفريق بتروجيت وبيعمل لقاءات على أعلى مستوى، كان حسام بدري يذهب ويسعى إلى الفوز بعد النتائج وتذبذب المستوى خاصة أمام وادي دجلة، كيف ترى هذا اللقاء؟ أكيد لقاء صعب يعني، مش صعب عشان النادي الأهلي أو مش صعب عشان بس المنافس يعني، مش صعب عشان الظروف اللي بيمر بيها النادي الأهلي. واول الظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي هو الاجهاد، يعني اكيد اللعيبه طبعا مجهده بشكل كبير، انت عارف البطوله الافريقيه يعني جعلت للنادي الاهلي ست مباريات مؤجله تقريبا او خمس مباريات مؤجله، ده بيضطر النادي الاهلي انه يلعب كل في الاسبوع ماتشين، كل اسبوع او كل ثلاث اربع ايام بيلعب مباراه، فده صعب يعني يسبب اجهاد بشكل كبير جدا. في احيانا انت ممكن تعمل روتيشن في الفرق لكن اكيد مش هتغير كل اللعيبه في الملعب، يعني النهارده لما بنيجي نتفرج على مانشستر يونايتد بيغير سيتي بيغير في بعض الاماكن، ممكن يلعيب مكان لعيب لعيب مكان لعيب لكن مش ممكن هيغير خمس ست لعيبه، يعني ده قوام الفرقه ممكن يسقط منه. النهارده النادي الاهلي لما بيلعب كل 3 4 ايام مباراه يعني صعب جدا انك انت تغير 3 4 لعيبه مستحيل في الاسبوع كمان صعب جدا شاط. فالكلام ده مجهد بشكل كبير جدا، يتطلب ان اللعيبه تبقى واخده قسط راحه كبير جدا، يتطلب من المدير الفني ان هو بيحاسب في كل مباراه هيلاعب مين وهيقعد مين هيخرج مين هينزل مين، التبديلات بتاعته كمان اكيد لازم تكون من محسومه ومحسوبه قبل اللقاء، انت احيانا واحيانا بتضطرك بعض اللقاءات انك انت تغير للاجهاد تغير للاصابه تغير لعيب اصبح غير موفق، مش بس كمان التغييرات اللي انت عامل حسابك فيها ان انت هتنزل تنشط بيها الناحيه الهجوميه او تعدل بيها في الناحيه الدفاعيه او وسط الملعب، النادي الاهلي عنده اكتر من لعيب كمان كان بيلعب في منتخب مصر وبياخد لقاءات دوليه، فالنهارده كابتن حسام عنده مشكله كبيره جدا هي مشكله الاجهاد وكيفيه تدوير اللعيبه داخل الملعب، لان زي ما قلت لك مش هيقدر يغير خمس ست لعيبه بخمس ست لعيبه، ده مش منطق في كره القدم وما بيحصلش. بتروجيت فريق كويس عنده امكانيات كويسه، عنده مدير فني طبعا يعني ابن من ابناء النادي الاهلي وكان مدير فني النادي الاهلي فتره من الفترات، مباراه صعبه جدا ولكن على النادي الاهلي ان يعني يخرج من هذه المباراه بالمكسب على الاقل، ممكن يكون الاداء ما يعجبش بعض الناس او الاداء ممكن ما يكونش على المستوى المرتقى لكن لابد ان هو يكسب المباراه. طب انا استاذن حضرتك هنذهب اللي على الهاتف الاستاذ عبد الله الخرازي من الناقد الرياضي بجريده المدينه السعوديه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ، حياك احيي عليك وعلى الكابتن وعلى جمهور مشاهدي قناه الاهلي. اهلا بيك استاذ عبد الله، ازي حضرتك؟ الله يحفظك ويبارك فيك يا كابتن، بشرنا عنك ان شاء الله طيب. الله يخليك يا رب، ازي حضرتك وحشنا جدا. الله يحفظك، ما يوحشك يا عزيز وغالي، الله يحفظك. انتم اكثر حبيبي. استاذ عبد الله، لقاء مهم جدا ما بين الاهلي واتلتيكو مدريد ورساله هامه اعتقد عن السلام ومواجهه الارهاب و يعني تخصيص ايراد هذا اللقاء للشهداء، ده طبعا حاجه ايجابيه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا اشكركم على هذه الاستضافه، وبلا شك ان هذه هي رساله النادي الاهلي ليس منذ القدم، والنادي الاهلي هو مدرسه و مؤسسة اجتماعية قبل أن تكون مؤسسة رياضية، ليس بالمستغرب أن يخوض مثل هذا اللقاء، وبلا شك أنه حينما يقابل ريال مدريد فهو بطل قارة يلاقي بطل قارة أو عميد قارة يلاقي عميد قارة أيضا، فهي لقاء الكبار. الحقيقة أنه الشيء المهم هنا علينا ألا ننظر إلى النتيجة الفنية بقدر ما ننظر إلى الأهداف السامية المتوقعات من مثل هذه اللقاءات، هي رساله
رسالة سلام ومحبة، هي رسالة تواصل، هي رسالة صداقة إلى آخره من المعاني السامية التي تهدف الرياضة بعمومها وبأهدافها النبيلة إلى إرسائها بين الشعوب وبين الجماعات. الرياضة وجدت للسلام، وكم من علاقات بين الدول أعيدت عن طريق الرياضة، وكم من جسور مدت عن طريق الرياضة. الرياضة أصبحت هي أكثر لن نقول أكثر الطرق للتواصل بين الشعوب وبين الأمم. طيب أستاذ عبد الله، ماذا تقول الصحافة السعودية عن هذه المباراة؟ حقيقة هي تطرقت لها تطرق جيد، تناولتها على أساس أنها من المبادرات الجميلة، ولكن حقيقة لأنه لم تتبحر فيها كثيرا بسبب انشغالها بموضوع أساسيين، ألا وهو دورة الخليج من جهة والاستمرار الدوري المحلي من جهة ثانية. أنت كما تعلم اليوم كان هناك مباراة السعودية والعمان عاشت على صدارة المجموعة الأولى في كأس الخليج، وانتهت بفوز عمان وتأهله مع منتخب الإمارات إلى الدور الثاني من البطولة. لا أعتقد الوقت كان بالنسبة للإعلام الخليجي وقت المباراة جاء في وقت مزحوم جدا بالنسبة للإعلام الخليجي عموما والسعودية خصوصا. نعم، الأكثر لمتابعة أجواء طبعا المنتخب السعودي لأنه بيشارك في بطولة خليجي، وأعتقد أن دي من البطولات المهمة جدا للسعودية. ولكن يعني أستاذ عبد الله، النادي الأهلي بيواجه أتلتيكو مدريد وفي العديد من النجوم العرب وأعتقد من اللعيبة السعوديين، من أبرز اللعيبة السعوديين اللي تأكدت مشاركتهم في هذا اللقاء؟ والله لا يعني لا حتى اللحظه لا ليس لدي العلم الاكيد بعدد اللاعبين الذين سيشاركون في هذه المباراه، و يعني بالتالي الحديث في هذا الجانب يصبح ناقصا اذا لم تكن فيه معلومه اكيده. الاكيد انه النادي الاهلي يحمل في هذه المباراه يحمل رساله مهمه، عليه مسؤوليه ايضا كبيره في أن يقدم الصورة التي اعتادت الجماهير العربية عموما والأفريقية خصوصا والأفريقية عموما على مشاهدة الأهلي في الملاعب الخضراء. هل أستاذ عبد الله مشاركة النجوم العرب مع النادي الأهلي أمام نجوم بقيمة أتلتيكو مدريد، هل ده بيبقى شيء ممتع بالنسبة للجمهور العربي بشكل أجمع، مش بس في جمهور النادي الأهلي والكرة المصرية؟ بلا شك حينما تكون هناك ظاهرة ويجتمع فيها النجوم، لأنه من الحالات النادرة أن تتمتع برؤية كوكبة من النجوم في مكان واحد. أنت لا ترى النجوم في مكان واحد إلا في الدوريات الأوروبية. نعم. لكن على مستوى الوطن العربي بصفة عامة لا ترى هذه الكوكبة من النجوم. الدورات الأوروبية حينما تتابعها فأنت تتابع مثلا بطولات عالمية وليس حتى دورة، إنما بطولات عالمية متوزعة بين الدول. نعم. هذه هي الآن من الفرص الثمينة أن نرى كوكبة من النجوم العرب متواجدين بشعار النادي الأهلي في هذه المباراة. هل حضرتك تدفع أن يكون هناك لقاءات بهذه الصيغة في المستقبل القريب يكون فيها مشاركة من النجوم العرب مع بعضهم؟ والله يا سيدي أنا منذ أن تأهلت المنتخبات العربية وعبر اللقاء وعبر أكثر من لقاء تلفزيوني طالبت بإقامة دورة عربية للمنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم. نعم. هذا يأتي ضمن اهتماماتي كشخص، لأنه أنا من الأشخاص المؤيدين للتجمعات العربية، من المناصرين للاتحاد العربي لكرة القدم ليس من اليوم ولكن منذ 3 عقود من الزمان وأكثر. فبالتالي حين أنا أتمنى أن تكون هناك بطولات سواء كان مباريات ودية أو لقاءات سوبر أو بطولات عربية كما حدثت بطولة الأندية العربية التي استضافتها مصر بعد توقف دام عدة سنوات. نعم. ويحسب لمصر هذه المبادرة أو هذه البادرة التي ساهمت في إحياء بطولة الأندية العربية. نعم.
يعني حضرتك تحب أو تريد أن يكون هناك تلاحم عربي في المشاركات الكروية أو الرياضية بشكل أكبر في الفترة المقبلة؟ بلا شك، لأنه يا سيد العزيز علينا يعني إذا لم نتلاحم وإذا لم نتقارب لن تتطور المستويات بشكل إيجابي. العمل الفردي في كل الأحوال لا يحقق النتائج المرجوة. البطولات العربية صحيح أن هناك مشاركات عربية في البطولات القارية كأفريقيا وآسيا، لكنها لا تغني ولا تساهم في رفع المستويات العربية كما نريد. دورة الخليج ما حدث من طفرة كروية خصوصا ورياضية عموما على ضفاف الخليج كانت من ثمار ونتاج دورة الخليج. طيب استاذ عبد الله، هاخد حضرتك لكأس الخليج، كيف ترى نتائج المنتخب السعودي في هذه المنافسات؟ نتائج المنتخب السعودي في هذه المنافسة جيدة جدا، عطفا على سرعة التكوين وعلى المشاركة وحداثة الفريق. هناك لاعبين لم يسبق لهم أن لعبوا أن نزلت أن دعست أقدامهم أرض الملاعب. نعم. الملاعب الخضراء إطلاقا من الحواري والأحياء إلى افتتاح وإلى مباراة دورة كأس الخليج. نعم. هذا بحد ذاته وقدم مستويات راقية جدا تدل على أن هناك مواهب كثيرة أقل مدفونة في أحياء البلاد. تعرف شايف أن مشاركتهم بسبب المفاجأة اللي أقيمت فيها كأس الخليج وعودة النشاط الرياضي إلى دولة الكويت، ده أدهم فرصة أن نجوم بعيدة تماما عن الساحة ودائرة الضوء أن هم يظهروا ويثبتوا نفسهم. هي حقيقة هناك عدة أسباب وليس هذا كان واحد من الأسباب، أما لكن ما سبق دورة الخليج. نعم. وأن كان هناك توجه من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم باحتضان المواهب الكروية في الملاعب السعودية على كافة جنسياتها وعمل ورعاية هذه المواهب وتطوير مستوياتها الفنية وبالتالي عرضها على العموم والاستفادة منها في المنتخبات السعودية وعرضها على العموم على الأندية لمن يريد أن يستفيد من خدمات هذه من خدمات وقدرات هذه المواهب. فكانت هذه خطوة إيجابية أتوقع أن تحدث نقلة نوعية في مسار ومستوى الكرة السعودية خلال السنوات المقبلة. أستاذ عبد الله، كيف ترى استعدادات المنتخب السعودي لكأس العالم؟ الاستعدادات المنتخب السعودي لكأس العالم هي حقيقة فعليا ستبدأ في شهر مارس المقبل. كان هناك تجربة ثلاث مباريات الأكبر تحت إدارة المدرب الأرجنتيني السابق باوزا، وطبعا لم تكن المستويات مقنعة للقائمين على كرة القدم السعودية، وبالتالي أرضي عقد المدرب وكان ذلك استجابة حتى مطالبة جماهيرية وإعلامية لعدم قناعة الرأي العام والشارع الرياضي بقدرات المدرب على إدارة شؤون الفريق. فتم التعاقد الآن مع مدرب آخر هو أنطونيو بيتزي، وصل للرياض منذ حوالي 10 أيام وبدأ إعداد البرنامج الذي سيبدأ في شهر مارس المقبل. هناك خطة لأن يلعب المنتخب مع كل من الأرجنتين وفرنسا وألمانيا ودول أخرى البرازيل، لكن البرنامج بصيغته النهائية نتوقع له أن يظهر خلال الأسبوعين المقبلين بإذن الله. أستاذ عبد الله، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة، الناقد الرياضي بجريدة المدينة السعودية. كابتن بلال، يعني أجواء مهمة جدا بالنسبة للقاء أتلتيكو مدريد، تحدث أستاذ عبد الله عن مشاركة النجوم العرب ودور النادي الأهلي الوطني في تقديم رسالة إلى العالم كله من أجل السلام. أكيد طبعا، يعني زي ما قلت لك أن النادي الأهلي دايما سباق يعني
سباقي، مش بس المباراة يعني مش بس مباراة قدام النادي الأهلي أمام أتلتيكو مدريد بيجمع بين يعني نادي القرن في إفريقيا والنادي الأهلي ونادي أتلتيكو مدريد صاحب الإنجازات وصاحب البطولات. لا، القصة أو الموضوع موضوع مشاركة عربية كبيرة جدا، مشاركة عربية سعودية إماراتية كويتية من أي من جميع أنحاء الدول العربية بكل النجوم اللي موجودة دي. أكيد الجمهور هيحب يتابع اللعيبة، أكيد الجمهور هيحب يتابع نجومهم، الصحافة العربية أيضا هتتحدث. أتمنى لقاءات أكتر من كده، زي ما كنت بتكلم قبل المداخلة سيد عبد الله، لقاءات أكتر من كده. أتمنى المنتخبات العربية تاني ترجع وتلعب، يعني البطولة يعني البطولة العربية لابد إن هي تتوسع بشكل أكبر من كده. يمكن النادي الأهلي برضو كان سباق إن هو يشارك وينجح البطولة العربية اللي أقيمت في القاهرة السنة دي، وكانت حاجة جميلة جدا من برضو من النادي الأهلي. دايما النادي الأهلي سباق في الأحداث اللي بتجمع كل الدول العربية أو الشعوب العربية. لكن بس أنا كنت عايز أتكلم يعني المنتخبات العربية، الحمد لله يمكن احنا عندنا اربع منتخبات عربية رايحين كاس العالم، كاس العالم يعني المنتخب المصري، المنتخب المغربي السعودي، المنتخب المغربي، المنتخب التونسي. اتمنى للمنتخبات العربية بس مش بس مجرد المشاركة، يعني احنا مش بس تذكرة التأهل او تأشيرة التأهل لكاس العالم، لان خلاص المنتخبات الافريقية سبقتنا بكثير جدا، عدتنا براحل. غانا وصلت لدور الثمانية، تركيا وصلت لدور الأربعة، يعني المنتخبات اللي ملهاش باع كبير جدا في كأس العالم ابتدى يبقى ليها نظرة كبيرة، ابتدى يبقى ليها نظرة بعيدة. يمكن أنا كنت حد بيسألني وأنا جاي بيقول لي طب هل المنتخب المصري ممكن يعني يجنس لعيبة مصرية عشان تلعب في المنتخب؟ دي حقيقة دي يعني. طب أنت إيه رأيك كابتن؟ يعني هل سؤال صعب جدا، سؤال صعب جدا. يا جماعة هو إحنا مش أقل من البرازيل، مش أقل من غانا، مش أقل من نيجيريا، مش أقل من الكاميرون، مش أقل من الأرجنتين، مش أقل من الناس دي كلها. إحنا بس يعني كيفية إدارة المواهب وكيفية اكتشاف المواهب. إحنا عندنا مواهب في مصر كبيرة جدا، لكن للأسف الشديد يعني إحنا متأخرين كتير جدا في إدارتنا لكرة القدم يعني. طب إحنا عندنا تقرير مهم جدا، نطلع نشوفه ونرجع نكمل كلامنا الجميل مع الكابتن أحمد إجواء. الخطوه اللي تبناها تركي آل الشيخ اللي هو رئيس الاتحاد العربي لكره القدم، هو يعني خطوه وهو يشكر عليها، وده مهم جدا انك انت ما تكونش يعني مباراه هي احتفاليه لمشاركه كل الاشقاء العرب بصفه عامه، مش الخليج بس، كان اتمنى يكون موجود من المغرب ومن تونس ومن الجزائر، ده شيء مهم. حتى نجومنا المحترفين في الخارج لو عندهم الوقت يسمح ان هم يشاركوا في حاجه زي كده، لا ده شيء مهم جدا. وعايز اقول انه دي رساله وبتاكد انه مصر امنه، هنقعد نكررها 100 مليون مره، مصر امنه ان شاء الله رغم كل ما يحاك وكل ما يفعل وكل ما يحاول ان يفعله ارهاب، ان شاء الله باذن الله تعالى مصر امنه، وان شاء الله نعدي المرحله دي ونتجاوز وتعود الجماهير وتعود الحياه مره اخرى للملاعب المصريه. وجود نجوم عرب شاركوا في مباراه الاهلي واتلتيكو ده بيدي زخم للحجز الحدث، بيديله نوع من تسليط الضوء على الإعلاء الإعلامي في وطننا العربي كله وفي الشرق الأوسط على حدث بقيمة مباراة بين أتلتيكو مدريد والنادي الأهلي باعتباره نادي القرن الأفريقي أيضا. معناه تضامن عربي ضد الإرهاب، وهي دي الرسالة المرسلة، خاصة وأنه في ربما دولة عربية يعني بتدعم هذا وعندها وضع سيء جدا ومنتقدة عربيا ودوليا بشكل كبير، فكان الطبيعي أن يتكاتف العرب حتى في الملعب مع أتلتيكو مدريد لرفع رسالة السلام ومكافحة الإرهاب ورفضه رفضا باتا. وبالتالي كمان مرة، إن ما كانش النادي الأهلي اللي هيعمل ده مين اللي يعمله؟ ده معناه ان احنا بنرجع تاني ننشط السياحه وبنتكلم على ان في رساله للعالم كله ان مصر امنه. الامن في مصر معناه ان استاد امن، معناه ان في حضور جماهير، معناه ان نادي كبير وعريق زي النادي الاهلي بحجم جماهير بيتعدى ال 50 مليون ان يجي جمهور النادي الاهلي، مش بس يعني محبي النادي الاهلي، ده مشجعي كل مشجعي النادي الاهلي ان هم يجوا في مصر، وكمان كل الناس المحبه الدوري الاسباني ان هم ييجوا يشجعوا او يشوفوا اتلتيكو مدريد جوه مصر، ده رساله هايله جدا. اهلا
اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا مع كابتن احمد بلال الشهير باحمد اجوال، واحد من كبار الهدافين في الكره المصريه. كابتن بلال، يعني سؤال كويس جدا من الاستاذ كحكي لما تحدث عن اذا كان النادي الاهلي لم يفعل هذا من يفعله؟ صح، يعني شايف ان الكلام السؤال هذا سؤال في محله؟ طبعا النادي الاهلي الرياده، يعني القياده دايما وابدا، يعني النادي الاهلي هو يقود كل، يعني هو نادي قائد بطبيعته، يعني النادي الاهلي ان لم يفعل ان هو يجمع اللعيبه العرب، ان هو يعمل تجمع عربي كبير هنا في القاهره، يعني مين تاني هيعمل؟ دايما النادي الاهلي سباق زي ما قلت لك محمد قبل كده، الاهلي سباق بكل شيء، بكل الحاجات اللي فيها انجازات، كل الحاجات، حتى يعني على المستوى الافريقي والاهلي هو النادي الاكثر تتويجا، الاهلي هو السباق حتى في الدول الافريقيه وكمان في الدول العربيه، الاهلي الاكثر تتويجا في العالم. لم يحدث بالظبط، لم يحدث وان في فرقه عادت النادي الاهلي سواء كانت فرقه افريقيه او عربيه، مع احترامنا لكل الانديه طبعا، ولكن ده معناه ان النادي الاهلي دائما قوي، النادي الاهلي دائما كبير، النادي الاهلي دائما بافكاره سابق، بتطلعاته الاهلي دايما سابق، فالنادي الاهلي طبعا اكيد يعني لما يعمل حاجه زي كده ومبادره زي كده فتحسب للنادي الاهلي طبعا ومجلس الاداره. يعني التوقيت المبادره في وجود طبعا بدايه عهد كابتن محمود خطيب انك بتعمل حدث بهذا الشان العالمي وفرقه زي اتلتيكو مدريد، وايضا رساله مجتمعيه، النادي الاهلي بيقدم رساله مجتمعيه بان عائد هذه المباراه لاسر الشهداء. اكيد طبعا، اكيد، وده اللي اتكلمنا فيه، قلنا ان تخصيص ان كل، يعني بص انت بتعمل اكتر من حاجه في مباراه. اولا بتجيب نادي كبير جدا، تخلي كل السوشيال ميديا وسائل الاعلام تتكلم حتى في الموجوده في اوروبا. ثاني حاجه انت بتجمع اكبر قدر من الجماهير للالتفاف سواء كان في الاستاد او حول الشاشات، يعني من الدول العربيه ومن مصر ومن افريقيا، بوجود اللعيبه الكم الكبير من النجوم في مباراه زي كده يعني. ثالث حاجه واهم، مش عايز اقول ثالث حاجه المفترض ان هي تكون اول حاجه، يعني انك انت بتعمل تالف عربي يعني من كل الدول العربيه اللي موجوده. رابع حاجه ان انت بتجمع كل لعيبتك وبتجمع كل الجمهور وبتحاول يعني تقول تدي مسج لكل الناس او تدي رساله لكل العالم ان النادي الاهلي بس مش مجرد ان هي مباراة عربية للشهرة، لا ده كمان الدخل بتاع المباراة دي موجه للأعمال الخيرية، فدايما فدي الاستفادات كلها اللي ممكن نستفادها من هذه المباراة، وده الفكر الكبير اللي اتخذه مجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب. حاجة شايف إن هي مبادرة مهمة. أكيد طبعا، طبعا بكل المقاييس، بكل المقاييس يعني. بكل المقاييس. طب عايز أسألك على كواليسك بقى في اللقاءات الكبيرة اللي زي لقاء الاهلي واتلتيكو مدريد، انت لعبت روما، لعبت السوسيداد، لعبت العديد من المباريات الوديه، كان ليك كواليس مع زمايلك واستعدادك لدخول المباراه، احنا هنكسب توتي ولا هنكسب كذا، اكيد كان ليكوا كواليس جميله يعني. والله لا بص انا هقول لك، يمكن عارف الفرق زي ما قلت لك قبل كده، بس الضحك دي يعني كان في كواليس. لا واحنا دايما الحمد لله احنا دايما مبتسمين يعني. شوف انت كلاعب نادي الاهلي طبعا بيبقى انت ما بتخافش من اي حد الحمد لله، ودي ميزه الحقيقه في كل لعيبه النادي الاهلي، كمان خاصه اللعيبه اللي طلعوا من النادي الاهلي اللي اتربوا في النادي الاهلي، الاجيال الكبير اللي احنا عصرناه، احنا طلعنا انا عن نفسي طلعت لقيت بيلعب كابتن شوبير موجود، كابتن ابراهيم وحسام واجيال كبيره، اسامه عرابي ومجدي، لعيبه كبيره جدا، عارف انت كنت بتحلم وانت صغير ان انت تشوفهم تتفرج عليهم يعني. بس لما تيجي تلاقي فرقه زي مثلا زي روما، زي ما احنا لعبنا كان موجود توتي وجوارديولا وكان موجود لعيبه اسماء باتستوتا طبعا واسماء كبيره جدا وكاف، وكان بيلعب باك رايت في الماتش ده، وبعدين تفاجئ مثلا يعني مين هيمسكك في الماتش ده او مين هيلعب عليك، طب مين اللي هيمسك مين؟ عارف انت مثلا يعني كان في سؤال كنت بكلمه كده كابتن هادي خصبه، هادي كان قاعد معايا في الاوضه في بقول لك كابتن هادي طب يعني انت ايه احساسك وانت توتي داخل عليك مثلا؟ كان رده ايه فادي؟ انت عارف بس كابتن هادي هادي يعني كابتن هادي اسما على مسمى يعني، هو هادي عنده هدوء كده في الملعب، قياده طبعا، قياده حريف برضه، لعيب كبير جدا خشبه، قائد في الملعب يعني فعلا بجد يعني نعم، القائد في الملعب كابتن هادي من الاسماء الكبيره المحترمه اللي انا تشرفت ان انا اكون موجود معاها، كابتن هادي يمكن انا قعدنا في اوضه واحده من 5 سنين يعني تقريبا يعني. كان رده ايه بقى لما عرف هادي خشب عارف كان بيشرب شاي كده واحنا نازلين، احنا الكلام ده خد بالك في اوضه اللبس يعني، فهادي قال لي سيبني بلال اسمح دلوقتي وشوف انت الداهيه اللي انت هتلعب عليها الناحيه الثانيه فاهم؟ فاحنا واحنا بينا وبين بعض قبل الماتش
يعرف اللي هو مش يعني المزاحات يعني بتمزح بتهزر يعني فاهم قصدي. طب يا ترى يا ابراهيم سعيد بص هتاخد ترقستين من باتستوتا واحده يمين واحده شمال، طب جوارديولا هيعمل معاه عارف الحاجات اللي هي الخفيفه اللي تخرجك بره الشد العصبي، لان انت برضو نازل ومشدود شويه، جمهور قد كده بيتفرج، وهتلاقي ناس من روما واللي عايز يجي له عقد احتراف مثلا، ابو مسلم مثلا كان بيفكر يجي له عقد احتراف بره، فطبعا يعني ابو مسلم بتلعب على كفو يعني. ما بطلش كاري. لا ده انا عايز اقول لك حاجه، ده على واحد برضه من نجوم الكبار يعني قبل الماتش بقول له مسلم بس ابو مسلم انت بتفكر في عقد احتراف، انت بعد الماتش ده تلعب في السرسليان تلعب في ضمان يخلص عليه كفو يعني. كفو حريف جدا. اه طبعا حريف جدا طبعا يعني من افضل باكات اليمين اللي جت لما يكون الافضل. الطريقه اللي بيلعب بيها جوارديولا دلوقتي هي دي الطريقه اللي كان بيلعب بيها كفو في البرازيل اللي هو الباك رايت العصري، ان تلاقيه في ال 18 تلاقيه بيجيب جول بيصنع جول بيعمل لك هجمات، هو ده كفو من افضل اللعيبه يمكن اللعبة تحت اليمين في العالم كله في التاريخ في التاريخ بصراحه من وجهه نظري الشخصيه يعني هو باك رايت عصري حديث. فطبعا المباريات الكبيره اللي زي كده وبتبقى طبعا انت مشتاق جدا ترقص ترقيصه تجيب جول، بتبقى نايم بتحلم بقى يا رب اجيب جول بكره هنلعب روما وبتاع والعالم كله بيتفرج والمدربين وانت كان زمان وانت لعيب صغير، انا كان عندي 23 سنه يعني عارف بتتفرج بقى واحد احتراف بقى بعد الماتش والمدربين هتتفرج عليك وتوتي وهتغير التيشيرت دنيا مقبله عليك. اه طبعا كل يعني حدث يعني الناس كلها بتنتظره. نعم. والنادي الاهلي عايز اقول لك هو سباق بالكلام ده طول عمره حتى في العصر الحديث يعني العصر القديم كان بيجي برضه ريال مدريد ويجي مونشن جلادباخ ويجي بايرن ميونخ ويجي، لكن في العصر الحديث يمكن التسعينات كلها ما جاش فرق. نعم. اوروبيه لعبت في مصر. نعم. كان النادي الاهلي ابتدى بريال مدريد ثم روما. نعم. وبرشلونه جه برضه سراي واياكس وجالاتا سراي وجي اجاكس طبعا وجي بنفيكا وريال سوسيداد لعبناها بره وبرشلونه لعبناها بره. فالنادي الاهلي الحقيقه عنده ميزه في الحاجات دي دايما بافكاره سابق كل الانديه. اكيد المواجهات ديت ممكن تبقى دفع، انت اتكلمت على وجودك وانت لاعب صغير، وجود احمد ابو مسلم كان ساعتها برضه لاعب صغير في النادي الاهلي ايضا ممكن تبقى مرات اتتكم فرصه اللعيبه الصاعده في النادي الاهلي، عندنا مثلا احمد حمدي، عندنا لعيبه زي كريم نيدفيد محتاج ان هو ياخد فرصه، لعيبه من اللي ممكن تبقى شهاده ميلاد جديده بالنسبه لهم. اكيد طبعا 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 خاصه ان انت عندك ماتش بكره، طبعا النادي الاهلي عنده مباراه مع بتروجيت، ففي لعيبه كتيره مش هتشارك طبعا اكيد في مباراه اتلتيكو، ففرصه للعيبه ان هي تثبت نفسها. خد بالك ده برده بيبقى نوع من انواع التسويق للعيبه، انت النهارده برده ممكن عايز تسوق نفسك كلاعب او انت مدرب او انت اداره نادي عايزه تسوق اللعيبه، فالنهارده فرصه كبيره جدا بالنسبه للعيب نفسه وبالنسبه لاداره النادي انه هيشرك بعض اللاعبين اللي ممكن يعبر عن نفسه، حتى كمان يعبر عن نفسه المدير الفني. النهارده ما فيش وقت للكابتن حسام البدري انه يبص على لعيب في تمرين، يعني عايز يشوفه، عايز النهارده ممكن تبقى في مشكله بالنسبه للمدير الفني انه يتفرج على لعيب او انه هو مثلا يجازف اللعيب انه هو يلعبه الماتش اللي جاي من خلال مباراه زي مباراه اتلتيكو مدريد قدام نجوم كبار عندهم القوه والسرعه والمهاره، انك تقدر تحكم على لعيب او ان انت تعيد اكتشافه او اللعيب ده يديك ثقه كمدير فني ان انت تختاره وان انت تنزله، دي مباراه مهمه جدا بالنسبه لكل اللعيبه سواء كانوا لعيبه ناشئين او لعيبه ما بتلعبش. نعم يعني هل دي اجواء مناسبه للعيبه لا تشارك كثيرا، مثلا مروان محسن بسبب الاصابه عماد متعب محتاج انه يشارك، احمد ياسر ريان من اللعيبه الصاعده الواعده، احمد حمدي زي ما قلت لحضرتك، هل دي اجواء مناسبه بالنسبه لهم؟ طبعا طبعا اللعيب النادي الاهلي يلعب في اي وقت وفي اي زمن من وجهه نظري يعني. انت كلاعب نادي اهلي عندك بتتدرب كويس جدا، النادي الاهلي ما عندكش اي مشاكل على الاطلاق، ففرصه بالنسبه لك انك لما تشارك في مباراه زي كده لازم تثبت لكل الناس ان انت قدير انك تكون موجود في النادي الاهلي، او على الاقل قدير انك تكون يعني في ال 18 بتاعه النادي الاهلي، مش هنقول لعيب اساسي لان اللعيب الاساسي ده هو اختيار وجهه نظر مدير فني، ولكن انك تكون متواجد في النادي الاهلي وتثبت للناس ان اختيار النادي الاهلي ليك اختيار موفق من خلال اي مباراه بتلعبها وخاصه المباريات الكبيره دي، لان زي ما قلت لك ان النهارده العالم العربي كله بيتفرج، النهارده وارد ان احمد ياسر أن يشارك يقدم بشكل كويس، عماد متعب وارد انه يشارك ويقدم بشكل كويس، عمرو كل اللعيبه اللي ما بتلعبش فرصه كبيره بالنسبه لها، النهارده يعني ممكن الاهلي يكون بيلعب ماتشات وديه مع فرق اقل، فرق درجه ثانيه، فرق درجه ثالثه مش متشافه، ما فيش حد بيسمع عنها، انت كلعيب يعني ممكن تكون نازل مباراه وانت متضايق شويه ان انت ما بتلعبش بشكل اساسي، لكن النهارده لما تكون موجود في مباراه كبيره بالحجم ده، مباراه لها ثقلها، مباراه متشافه، مباراه مذاعه يعني في كل الاوساط العربيه، لا لابد انك تنزل وتشارك وتقول للناس كلها وتعبر عن
عن نفسك كلعيب وعن امكانياتك كلعيب في مباراه كبيره زي يعني حافز كبير جدا اسم الاتليتيكو الحدث ووجود الجمهور في لعيبه من اللعيبه اللي موجوده دلوقتي ما لعبتش كتير امام جماهير يا كابتن بلال. اكيد اكيد يعني الدوري المصري عامه ما فيهوش جمهور لعيبه كتيره جدا من اللعيبه اللي موجوده دي برضو ممكن ما تكونش شاركت امام جمهور بالحجم اللي ممكن يكون موجود في مباراه اتلتيكو مدريد. المباراه ما كانتش ما اعتقد في مباريات كتيره جدا ما كانتش بالاهميه الكبيره زي مباراه اتلتيكو مدريد فالحدث بيفرض نفسه على عليه كلاعب كمان يعني مش بس بيفرض نفسه على اتكلم في موضوع الجمهور فضل. يعني لقاءات في الدوري الممتاز النادي الاهلي تعادل فيها هل وجود الجمهور كان ممكن يصنع فرق؟ اكيد بشكل كبير جدا الانديه الجماهيريه يعني من اكثر العوامل المؤثره الايجابيه بالنسبه لها هو وجود الجمهور في الملعب ده وضع طبيعي جدا يعني كل الانديه الجماهيريه النهارده او الانديه الكبيره اللي ليها ثقل الجمهور عامل مش عايز اقول لك العامل رقم واحد بالنسبه لها النهارده لما بلعب انا وانت النهارده فرقتين في ملعب ما فيهوش جمهور احنا بنتساوى لكن لما بلعب النهارده في جمهوري ووسط جمهوري لما بلعب النهارده مع كل الجمهور الكبير اللي بيشجع وبيأذي فرقته ده ببقى انا يعني ليدنج عليك من قبل ما ابتدي المباراه. الفرق دايما يعني عايز اقول لك ان الفرق الافريقيه كانت بتيجي استاد القاهره خايفه قبل ما تبتدي المباراه تبقى خسران معنويا من الجمهور الكبير اللي كان موجود ده فطبعا الجمهور خاصه كمان جمهور النادي الاهلي مش اي جمهور يعني جمهور النادي الاهلي معروف بتحفيزه النادي الاهلي معروف بوقفاته جنب النادي الاهلي وجنب فرقته. يعني انت حتى كان ليك رؤيه بالتاكيد وجود الجمهور في التمرين قبل مواجهه النادي الاهلي الافريقيه هل كنت شايف ان هو بيصنع فارق كبير مع اللعيبه؟ طبعا يعني في الاونه الحديثه في الاونه الاخيره يعني كان عدم وجود الجمهور طبعا في التدريبات للاسباب والحاجات اللي حصلت طبعا اللي مرت بيها مصر يعني والاحداث العصيبه اللي مرينا بيها ولكن قبل كده كان الجمهور في كل قبل كل مباراه مهمه جدا تلاقي الجمهور موجود في الملعب. مش عايز اقول لك قبل كل مباراه مهمه بس لا قبل كل مباراه النادي الاهلي استاد التتش ده تلاقيه على طول مزدحم ومليء بجمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي بيعشق النادي الاهلي بيعشق فرقته. عايز اقول لك يعني في سنه من السنين لما خسرنا بطوله الدوري العام احنا تخيلنا ان خلاص بقى الجمهور يعني زعلان وغضبان ومش هيجي يشجع كابتن خطيب كان موجود هو المشرف العام على الفريق ساعتها وادى قرار ان الجمهور يدخل الملعب واحنا كنا خسرانين من امبي بطوله الدوري العام وعندنا ماتش قبل النهائي في كاس مصر ادى قرار ان الجمهور يدخل الجمهور دخل زعلان طبعا الجمهور اللي خسر ولكن عايز اقول لك بعد 10 دقائق من بدايه التدريبات ابتدى الجمهور يسقف ابتدى الجمهور يهتف الجمهور فضل يعني يجي كل يوم التدريبات لحد ما ربنا اكرمنا وكسبنا كاس مصر الاسماعيلي قدام الاسماعيلي كسبنا كاس مصر في النهائي وحرست انا هدف حرست انت هدف في هذا اللقاء ده وربنا كرمنا فعايز اقول لك كان كابتن فتحي مبروك اللي ماسك الفريق عايز اقول لك ان هو ده الجمهور النادي الاهلي وهو ده الدافع اللي بيصنعه جمهور النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي في المباريات في المواقف الصعبه. طيب وجود كابتن محمود الخطيب وفي التمرين دايما الساده المشاهدين شايفين ووجوده مع كابتن حسام البدري يعني برضه يا كابتن بلال وانت لاعب لما كنت بتشوف كابتن خطيب موجود بيتكلم معاك وبيشد من ازرق والان هو على راس مجلس اداره النادي الاهلي دوره يعني كيف يحفز اللاعب بس مجرد رؤيه كابتن محمود الخطيب طبعا انا بكلمك كلاعب بقى كنت بتشوفها ازاي؟ طبعا كابتن خطيب يعني احنا اتربينا احنا صغيرين عشان يعني على الاسم الكبير اتربينا احنا يعني احنا صغيرين يعني كنا بنعشق الاسم ده يعني انا اعتقد قبل ما اجي النادي الاهلي كنت بسمع اسم الخطيب او كنت بلبس مثلا رقم 10 في الشارع في حتى في المركز الشباب كنت بلعب فيه فكون انك تبقى موجود يعني ورمز من الرموز الكبيره اللي كنت دايما بتحلم بيها وبتعشق وبتتمنى انك تكون موجود او تسلم عليه او انك تتكلم معاه يبقى موجود ده ده ده, ده حدث لوحده يعني حدث نتحدث فيه كتير جدا يعني كابتن الخطيب حب الجمهور لكابتن الخطيب والمواقف اللي احنا عشناها وهو موجود كمشرف عام والحقيقه انا يعني كنت سعيد ان هو كان موجود مشرف عام على الكوره وانا كنت موجود لعيب في النادي الاهلي وقد ايه شفت قد ايه حب الجمهور ومساندته الكبيره جدا لاسم كابتن خطيب انا قلت لك لسه بحكي لك الموقف ان بقول لك بعد 10 دقايق بالظبط كابتن خطيب نزل الملعب الناس كل الجمهور كله زعلان يعني عارف انت لما يكون الجمهور زعلان خسران بطوله وعندك مباراه كاس وبتشتم بقى اللعيبه وبتزعق يعني برضه والله انا عايز اقول لك ان الكابتن خطيب يعني بس راح لجمهور النادي الاهلي في الاستاد كان تقريبا 6-7 آلاف واحد كان المقصوره من الاستاد مليان تتش مليان المدرج وبعدين ابتدى يشاور اللعيبه ويقول للجمهور شجعوا اللعيبه. عايز اقول لك ان الجمهور تحول بشكل كبير جدا يعني 180 درجه
من ناس زعلانه وبتهتف مثلا ضد فلان وزعلانه من فلان وزعلانه من اللعيبه، الناس بتشجع وبتآزر اللعيبه. هي دي روح النادي الاهلي كابتن مراد، هي دي روح النادي الاهلي، وهي دي شخصيه كابتن خطيب، وانه ازاي يعني يبقى عندك شخصيه قياديه محبوبه من جمهور النادي الاهلي، وده بالتاكيد بيبقى له تاثير ايجابي جدا. طب انا عايز اتكلم معاك في نقطه، وانت واحد من كبار الهدافين، وانا بتعمد دايما احمد اجوال الشهير باحمد بلال، لان انت كنت واحد صراحه من الفراوده اللي صعب ان الواحد يلاقيها في الكره المصريه، بتخطف الجول من ربع فرصه. فنادي الاهلي بيذهب الى المرمى كثيرا، ولكن بيبقى فيه في بعض الاوقات تسرع، في بعض الاوقات عدم توفيق. شايف النادي الاهلي ازاي يعالج هذا الامر؟ شوف انا عايز اقول لك يعني المهم انك تصل الى المرمى. انا يعني انت كنادي اهلي او كفريق المفترض انك تصل الى المرمى، المفترض انك تلعب على الجول، المفترض ان انت كل ما هتلعب على الجول الفريق ما بيهاجمش ما بيسجلش اهداف. دي رقم واحد، يعني انك لو قدرت تصل للمرمى اكيد هتسجل اهداف، لكن عندنا مشكله يعني في تسجيل الاهداف، انك ازاي تسجل هدف، ازاي تجيب جول، دي مشكله كبيره جدا. خد بالك يعني احنا النهارده ممكن وليد ازار يوصل للمرمى بتاع 6 7 مرات يسجل هدفين، ممكن دي بتبقى عامل الخبره يبقى قليل شويه عند وليد ازار، يمكن هو ابتدى الفتره الاخيره يسجل اهداف، هو اعتقد ان هو تقريبا 6 أو 7 أهداف في الدوري العام المصري، نسبه الاهداف بتاعته زادت، نسبه اضاعه الفرص اعتقد قلت بشكل كبير، ولكنه برضه محتاج مباريات كتير عشان يسجل اهداف اكتر. يعني دايما راس الحربه مواقف، عباره عن مواقف، مواقف، لان انت دايما بتلعب في البوكس، بتسجل اهداف من الحته دي، من الاماكن دي، عندك اماكن ال 18 ده يعني وجودك فيه اكتر من مره يخليك انك كل مره تضيع فيها فرصه تبقى عارف ان الفرصه دي لو جات لك تاني هتلعبها باي شكل، هتلعبها باني طريقه، الجول واقف في اي مكان. يعني الفرود دايما عنده مواقف متكرره، عشان كده دايما بقول ان الفرود الذكي هو اللي يتعلم دايما من الفرص اللي ضيعها، مش الاجوان اللي جابها. يعني انا جبت جوان خلاص انا سجلت اهداف وحافظ طريقه الاهداف اللي انا سجلتها، لكن الفرص اللي ضيعتها هي دي الحاجات المفترض ان انا بتعلم منها. عندنا برضو احمد ياسر ان شاء الله يكون على الطريق باذن الله تعالى، ولكن برضو من وجهه نظر الشخصيه الاهلي يحتاج دعم في هذا المركز. طيب هل يحتاج دعم من الصعيد الافريقي ولا دعم من الصعيد المحلي؟ والله لو من الصعيد المحلي يبقى لو عندنا في الناشئين لعيبه تقدر ان كابتن حسام يصعدها وان هي تتواجد ويكون ليها مكانه جوه النادي الاهلي انا افضل الكلام ده، يعني لان انا واحد طلعت من النادي الاهلي من الناشئين من تحت وعارف يعني ايه مدارس النادي الاهلي في الناشئين وكيفيه وجود مواهب تبقى موجوده في الناشئين تطلع للفريق الاول، هيبقى عندك شخصيه لعيب هو شخصيه النادي الاهلي. لو لا قدر الله مش موجود في الوقت الحالي يبقى ممكن لعيب افريقي، ما انت ما عندكش. يعني انا من وجهه نظري الساحه المصريه يعني ما فيهاش فراوده كتير، يعني او فراوده تقال بسبب طريقه اللعب اللي احنا بنلعب بيها، المدربين بيلعبوا بيها 4-2-3-1، للاسف الشديد احنا يعني استوردنا الطريقه بس شكلا، لكن موضوعا ما بننفذش. يعني انت بتلعب 4-2-3-1 المفروض انك بتلعب زي جوارديولا بالظبط، انك بتلعب جيم ضاغط وان كل الثلاثه الى حد ما زيه، بلاش زيه بالظبط دي عشان جوارديولا يعني في حته ثانيه. لا ما اقصدش، انا بتكلم بتلعب زيه كطريقه، نعم انك بتحط اللعيبه في الملعب 4-2-3-1 خلاص، بتحط اللعيبه في الملعب بهذا الشكل، لكن كيفيه اداره الطريقه داخل الملعب فنيا لا مختلفين تماما. النهارده عشان تلعب بالطريقه دي لازم يبقى الاطراف عندك بتلعب صح، قلب الملعب بيلعب صح، الفرود عندك فرود متحرك، اللعيبه اللي بتيجي من تحت الفرود عندها الامكانيات والمهارات العاليه جدا اللي تقدر تسجل اهداف، ده كل الكلام ده لازم يكون. الضغط لازم يبقى على الفرق، على الخصم من ال 18 لما تاخد الكره تضغط في نفس المكان، هو ده الطريقه اللي بيلعب بيها جوارديولا. لكن كونك تلعب تستنسخ الطريقه او تجيب الطريقه كفورميشن بس كده يعني وانك ما تنفذهاش ده طريقه اعتقد ان الامور صعبه. طب كابتن بلال بالنسبه للناشئين، حضرتك ذكرت الناشئين وشخصيه الناشئين في النادي الاهلي، كيف يرى الناشئ النادي الاهلي وهو بيلعب فرقه زي اتلتيكو مدريد، اللعيبه اللي بيلعبوا بيهم او ضدهم في البلاي ستيشن واللي بيتابعهم في دوري ابطال اوروبا شايفهم في ملعب امام نجوم النادي الاهلي، بيبقى رؤيه الناشئ ايه؟ بص احنا كناشئين كمان لما كنا موجودين وشفنا ريال مدريد بتيجي ولما كنا بنتفرج قبل كده برضه على الماتشات القديمه اللي كان النادي الاهلي بيجيبها، اتعودنا ان النادي الاهلي خلاص يعني فريق كبير، فمن الطبيعي جدا ان هو يجيب فرق كبيره تلعب معاه. فدايما يعني انت نظرتك للفريق بتاعك ايه؟ انا نظرتي للنادي الاهلي هو النادي الافضل في افريقيا، هو النادي الافضل على مستوى الدول العربيه، فكون ان انت تجيب فرقه كبيره زي ريال مدريد طبعا تلعب معاها ده وضع طبيعي واسم ووضع عادي جدا بالنسبه لاسم النادي الاهلي. لكن انت كلعيب نفسك بتتفرج على لعيب، انت النهارده مثلا جريزمان والناس بتتفرج عليه، يعني بتشوف اللعيب من افضل اللعيبه اللي موجوده في اوروبا، مرشح حافز كبير جدا قوه ان هو ينتقل برشلونه. طبعا حافز كبير جدا لكل اللعيبه الناشئين اللي موجوده
موجوده في النادي الاهلي او في اي نادي، يعني انك لما تشوف لعيب زي كده موجود قدامك في ملعب فرصه جيده بالنسبه لك انك تشوفه على الطبيعه، تحركاته، لمساته، طريقه لعبه، لياقته البدنيه، امكانياته ومهاراته العاليه، ازاي بيستلم، ازاي بيسلم، ازاي بيرقص، ازاي بيخلق نفسه المساحات، الحاجات دي كلها الطبيعي جدا ان انت كناشئ تتعلمها من اللعيبه الكبار اللي زي كده. احنا عندنا تقرير كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ماهر همام، كابتن وليد صلاح الدين، كابتن عادل عبد الرحمن يتحدثون عن لقاء الاهلي واتلتيكو مدريد، نطلع نشوفه ونرجع نكمل كلام. دايما الاهلي سباق ودايما العرب وسطينا، وفي اللحظات اللي هي بتبقى محتاجين ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض دايما بنلاقيهم موجودين من غير ما نطلب، من غير ما نسال، من غير ما نرفع التليفون، هم اللي لوحدهم بنلاقيهم قدامنا، هم اللي بيعرضوا علينا، واحنا دايما لما يكون عندهم اي ازمات او اي حاجه احنا اول ناس بنبقى موجودين. طول عمر النادي الاهلي علاقاته في كل الدول العربيه وكل المحاف كل الانديه اللي بتمثل البطولات العربيه، وزي ما شفت حضرتك يمكن احنا من خلال الاهلي بقى في اهلي اليمن وبقى في اهلي جده وبقى في اهلي دبي، ودي حاجه 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 جميله، يعني بنرحب احنا بالتوأمه الجميله ديت بالنسبه للدول العربيه دي، وكمان بنبقى سباقين لما بنطلب اول حاجه بيلبي النادي الاهلي اي طلب من اي فرقه في الدول العربيه، ويمكن هم كمان بيحبوا يتعاملوا مع النادي الاهلي بهذا الشكل، لان هم حاسين ان المؤسسه الكبيره ديت بيستفادوا منها اداريا وفنيا. طبعا النجوم العرب اللي جايين كلهم اسماء ما شاء الله ليها باع كبير جدا في دوري اسيا، ونجوم بيمثلوا بلدهم بشكل كبير. يعني التآخي والمحبه ما بين العرب، ويكون جيده جدا ان نادي زي النادي الاهلي، نادي القرن، ان اكبر نادي في مصر هو اللي بيقودها. وعلشان كده بقول لك انه يوم هيبقى يوم جميل، يوم هيبقى فيه فرحه كويسه قوي باهدافه كويسه، اهدافه كلها نبيله، اهدافه حقيقيه فيها حب للوطن، والنادي الاهلي سباق، النادي الاهلي نادي الوطن. يعني بمشاركه كل نجوم العرب فكره رائعه وضربه معلم، وجود نجوم من كل الدول العربيه، هي مشاركه عربيه رائعه، بتمنى انه يطلع يوم حلو ان شاء الله. بلال، ملعب برج العرب ان شاء الله يكون ممتلئ عن اخره بجمهور النادي الاهلي، ماذا تنتظر من جمهور النادي الاهلي في هذا الحدث؟ انت عايز تشوف منهم؟ شوف دايما جمهور النادي الاهلي معودنا ان هو ورا الفريق في كل مكان، حتى وان كانت مباراه وديه، حتى وان كانت مباراه ليست لها قيمه، جمهور النادي الاهلي هو اللي بيعلي قيمه المباريات، هو اللي دايما اللي بيعلي قيمه الحدث. جمهور النادي الاهلي على اعتقد يعني او انا متاكد بشكل كبير جدا ان هو يعني استاد برج العرب هيمتلئ عن اخره او على اخره في مباراه اتلتيكو مدريد. اتوقع يعني انك تشوف بقى دخلات وطريقه تشجيع ممكن طبعا يعني ممكن اكيد 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 الجمهور هيشجع طول المباراه، اكيد الناس راح عشان تستمتع، اكيد الناس راح عشان تؤازر النادي الاهلي، عشان تقول للنادي الاهلي احنا كجمهور النادي الاهلي ورا الاهلي في كل مكان، عشان كمان تدي يعني صوره جميله جدا طبعا لكل الشعوب العربيه والافريقيه، وكمان تدي صوره للشعوب الافريقيه ان لا جمهور النادي الاهلي جمهور يعني يحترم بشكل كبير جدا. جمهور النادي الاهلي هو صوره مشرفه لافضل جمهور في العالم طبعا، وانا من وجهه نظري انا بشوف ان هو افضل جمهور في العالم. دايما يصنع الفرق جمهور النادي الاهلي طبعا طبعا في كل وقت. طب هل جمهور النادي الاهلي ممكن يتقبل الخساره في لقاء حتى لو كان بصيغه وديه وبصيغه رساله من اجل السلام زي اتلتيكو مدريد؟ شوف جمهور النادي الاهلي يتقبل الخساره إن لما يشعر انك عملت اللي عليك، انك اديت اللي عليك، يعني انت ممكن تادي اللي عليك وخلاص وتخسر. يعني انا عايز اقول لك بس يعني السؤال بتاعك ممكن يعني النادي الاهلي جمهوره لا يقبل الخساره حتى من اتلتيكو، حتى من ريال مدريد، من برشلونه، لا يقبل الخساره، هو اتعود على كده. يعني جمهورنا اتعود ان هو عايز يكسب اي وقت في اي وقت وفي اي مكان. احنا كنا بنلعب برشلونه ميسي ورونالدينيو ومغلوبين والناس زعلانه جدا حزينه جداً. يا جماعه برضه احنا ما بنلعبش فرقه صغيره، بنلعب فرقه كبيره، اكبر فرقه في العالم. كانوا برشلونه ساعتها كسبت ريال مدريد 6-0 او 6-2 فبرضه ملاعب اكبر فرقه في العالم، لكن الجمهور زعلان، هو ما بيحبش النادي الاهلي يخسر، ما بيحبش فرقته تخسر،
ما بيحبش النادي الاهلي يبقى طالع مهزوم من المباراه. لكن النادي برغم كل ده انك لو اديت بشكل كويس، لو عملت اللي عليك، لو شافوا فعلا ان روح الفانيله الحمراء موجوده، بيطلع الجمهور يسقف لك ويبقى مبسوط وراضي عنك. بالتاكيد بتبقى امر. طب انت مين اكتر لعيب بتحبه جوه اتلتيكو مدريد؟ لعيب انت بتقول اللعيب ده لعيب كويس قوي، هل جريزمان، هل ديجو كوستا اللي عاد مره اخرى؟ انا بص طبعا جريزمان لا يختلف على الاثنين، لكن انا ديجو كوستا انا من اللعيبه الفراوده التقال. انت بتحب الفراوده؟ انا بحب الفراوده. نعم. انا بحب الفراوده الثقيله قوي. نعم. يعني ديجو كوستا الحقيقه يعني سبب من ضمن اسباب انتكاسه تشيلسي السنه دي هو غياب ديجو كوستا من وجهه نظري. يعني انا بشوف ان مراتا لعيب تقيل جدا، فرود كويس، لكن من وجهه نظري الشخصيه يعني ان لا، ديجو كوستا افضل من مراتا. لعيب قوي، لعيب عنده مهاره، لعيب سريع، لعيب يقدر يسجل من انصاف الفرص، لعيب بس مش ما بيعتمدش فقط على الكرات العرضيه، لا، لعيب يخلق يعني فرص من كل مكان. حتى بص انا ده بشوف دايما ان ال 18 دي مملكه الفرق. يعني ال 18 وبره ال 18 ب 3 4 3 4 متر دي مملكه الفرق. الفرق اللي ما يقدرش يستغل يعني كل ال 18 وما حولها من امتار قليله، ده فرويد ضعيف. يعني مثلا مراتا النهارده داخل ال 18 في الكرات العرضيه هو كينج يعني، او لعيب سوبر، لكن بره ال 18 زي ما كان دي كوستا بيعمل وان تو هات، وانه يباصي وانه يشوط من بعيد ويشوط بشماله ويشوط بيمينه ويسجل اهداف من خارج ال 18 برضه، او يستغل امكانياته داخل وخارج ال 18، لا دي كوستا افضل من مراتا. يعني شاف حلوله اكتر في الملعب بكتير. هل كمان ان هو طريقته ان هو بيطلع المدافعين عن شعورهم ده حاجه قوي؟ يعني عارف انت من ضمن الحاجات اللي ممكن تعتمد عليها كفارود انك تحسس ان المدافع ان هو اقل منك. ودي الحقيقه انا بشوفها ديو كوستا، قوته، المهاره بتاعته، هو مش مهاري يعني، مش دريبلر هو يعني وبتاع وبيرقص زي ميسي، لكن بيعرف عنده حلول، ولكنه عنده حلول، عنده حل انه يقدر ياخد يمين ويشوط، يقدر شمال ويشوط، في ال 18 يقدر ان هو يضحك على الستوبر ويسجل اهداف. طبعا يعني فمن الحاجات اللي بتعجبني فيه قوي ان هو بيحسس المدافع ان هو اقل منه، ان المدافع اقل من المهاجم. ودي لما بحسها المدافع الحقيقه يعني بتدي قوه كبيره جدا للمهاجم، بتدي ثقه كبيره جدا، بتخرج المدافع حتى بتخليه اقل ثقه، بتفقده طبعا قيمته حتى لو كان المدافع ده كبير جدا. يعني انا شفت مواقف كتير جدا لديجو كوستا بيتعمد انه يظهر قوته امام المدافعين، بيتعمد، ودي حاجه مهمه جدا على فكره بالنسبه للفرويد. طب رايك عن ديجو سيميوني، سبب من اهم اسباب ان اتلتيكو مدريد، هل هو سبب من اهم اسباب ان اتلتيكو مدريد يكون في يعني هذه المكان؟ طبعا سيميوني مدرسه زيه زي مورينيو، زي جوارديولا، زي زين الدين زيدان. يعني دول الحقيقه الاربع مدارس الاشهر، بالاضافه للمدرسه الالمانيه المتخصصه يعني بكل ما لها من قوه وامكانيات عاليه. لكن سيميوني مدرسه لوحده. انا دايما بحب المدير الفني او اقدر المدير الفني اللي يكون مدرسه لوحده بيشتغل بيها يعني. هويه حتى لو بالظبط مدرسه بتاعته بيشتغل بيها، حتى وان كانت المدرسه مختلفه او اقل من مدارس ثانيه. يعني انت النهارده مثلا ما بحبش المدير الفني اللي يمشي على نهج المديرين الفنيين الاخرين، وممكن يقتبس منه، يقتبس من ده ويقتبس من ده، لكن يكون له المدرسه بتاعته، يكون له هويه، يكون له شخصيه لوحده. سيميوني عنده شخصيه، عنده مدرسه بيشتغل بيها، المدرسة دي قدر ان هو ينجح فيها، يوصل لنهائي ابطال اوروبا مرتين، قدر انه ياخد بطولة الدوري الاسباني من ريال مدريد وبرشلونة، قدر ان هو ياخد بطولة الكاس السوبر. يعني راجل قدر انه بشخصيته يعمل شخصية للفريق بتاعه، وان هو يطبع بامكانياته على فرقته، قدر ان هو يقول للعالم كله لا، في مدرب قدير محترم له مدرسة خاصة مختلفة اسمه ديجو سيميوني. يعني حاسس ان استقطاب النادي الاهلي لفريق، احنا قعدنا نتكلم على ديجو كوستا ونتكلم على جريزمان وديجو سيميوني، النادي الاهلي ممكن يستفاد حتى ولو بشكل فني من هذا اللقاء. النادي الاهلي كلاعيبه شباب ما بتشاركش كتير، لعيبه لا تشارك، لعيبه عايزه تاخد الفرص، هل مواجهه نجوم بهذا الشأن من المهارة والقوة وعندهم لمسات زي ما احنا كنا بنتكلم زي حضرتك كنت بتتكلم، هل شايف ان ده ممكن يبقى فيه عائد فني للنادي الاهلي؟ اكيد طبعا، ما لسه كنا بنقول ان اللعيب النهارده لما يبص ويشوف تحركات لعيب زي كوستا مثلا، تحركات لعيب زي جريزمان، تحركات اللعيبه بتاعت لعيبه وسط الملعب، المدرسه نفسها، حتى المدربين كمان، عايز اقول لك حتى المدربين ممكن يروحوا المباراه دي ويتفرجوا عليها لايف
ويشوفوا كمان ازاي المدير الفني بيحرك اللعيبه، ازاي اللعيبه بتتحرك في الملعب، ازاي الكوميونيكيشن بتحصل جوه الملعب ما بين اللعيبه وما بين بعضها، المدير الفني ازاي بيحط الخطه بتاعته، الاداء بتاع اللعيبه داخل الملعب. في لعيبه ممكن تكون لعيبه مهاريه ولعيبه لعيبه تاكتكس، يعني هي لعيبه بتنفذ الحاجات اللي بتاعها المدير الفني، ولعيب تكتيكي ولعيب مهاري، ممكن تلاقي الكلام ده هتلاقيه موجود في اتلتيكو مدريد بشكل كبير جدا يعني. طب ممكن اللعيبه اللي موجوده عندنا، اللعيبه اللي هي اللعيبه اللي بيعتمد عليها المدير الفني، هي لعيبه يقول لك لا ده لعيب تكتيكي، ده ممكن يتفرج ويشوف، يتفرج يشوف اللعيبه بتاعت خط الوسط بتاعت اتلتيكو مدريد ازاي بيتحركوا، ازاي بتاع الكوره، ازاي بيعملوا الضغط داخل الملعب، ازاي ان هم في حاله لما الكوره بتتقطع منهم ازاي بيتحول من الهجوم للدفاع والعكس، ازاي لما الكوره لما اقطع الكوره ازاي بتحول من الدفاع للهجوم. هي دي المدارس الاوروبيه يعني، اتلتيكو مدرسه حديثه مش مدرسه قديمه يعني. انا ممكن تتكلم على ريال مدريد مدرسه قديمه مثلا تتبعتها اجيال، وكل مدرب بيجي يقتبس من المدرب اللي بعديه ولحد ما توصل لاعلى مرحله بالنسبه لك، لكن المدرسه دي مدرسه حديثه، مدرسه قادر ان هو سيميوني ان هو ينشئها اذا هو يتخصص فيها. ممكن اللعيبه بتاعتنا داخل الملعب وكمان مدربين يستفيدوا من المباراه. مين اللعيب اللي في الاهلي كابتن بلال بتحب تتفرج عليه بيمتعك؟ انا فتحي بحبه جدا طبعا على المستوى الشخصي والمستوى الفني. عبد الله السعيد من اللعيبه اللي بحبها، وليد سليمان من اللعيبه اللي الحقيقه بحبها، وكنت اتمنى يكون له مشاركه المباراه اللي فاتت لكن للاسف الشديد يعني ما شاركش، لكن عبد الله وليد من الناس اللي انا بحبهم، واحمد فتحي طبعا. يعني مين اللعيب اللي ممكن تتوقع انه يتالق في لقاء اتلتيكو مدريد؟ انا مش عارف مين اللي هيلعب يعني ما اعرفش مين اللي هيلعب الحقيقه، بس انا بص انا يعني انا بحب نيدفيد، لعيب واعد، الولد ده لو خد فرصه كبيره داخل النادي الاهلي يتالق بشكل كبير جدا. احمد حمدي الناشئ برضو بتاعنا بتاع النادي الاهلي لو اخد فرصه كبيره مع النادي الاهلي اعتقد ان هو هيتالق بشكل كبير جدا. انا دايما بنتمي لمدرسه النادي الاهلي بغض النظر عن كل النجوم اصحابنا واصدقائنا والسوبر ستارز اللي موجودين في النادي الاهلي، لكن انا دايما بنتمي لمدرسه النادي الاهلي. ما تخرج او ما تخرجه مدرسه النادي الاهلي ده من وجهه نظر الشخصيه ده المفترض ان هو يكون سوبر ستار النادي الاهلي. كابتن بلال شرفتني ونورتني وشرفت بيتك. اشكرك وحيد، انا مبسوط وسعيد بيك يا رب، وان شاء الله المباراه تطلع على خير وبكره الاهلي يكسب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله شكرا. ده كان حوارنا مع كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن احمد بلال، الاهلي امام اتلتيكو مدريد، رساله من اجل السلام، رساله من لكل العالم من قلب مصر ومن قلب النادي الاهلي نادي القرن الافريقي. ده ختام حوارنا، حتى القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.